في حاجة مش فاهماها عن اللينك عشان ال سي بي ار والداتا بيز انت في اي داتا بيز اللي هي الداتا بيز ان كتابوها فيه الموضوع ده اللي حضره احمد صلاح هو هيفتي لابس اسود دي تمام ايه الاخبار النهارده كلكم قاعدين في النص دي اول مره اشمعنا في سبب ولا ناويين تركزوا يعني فعلا طب يعني اتمنى هذا طيب انا عشان ممكن يكون في ناس من بره الكليه النهارده انا اسمي عمر محمود طالب في امتياز واحد من الفاوندرز بتوع الجمعيه وان شاء الله انا اللي هديكم المحاضره بتاعت النهارده ماشي النهارده المحاضره عنوانها داتا بيزز صوتي كويس على صوتي؟ طيب المحاضرة اسمها داتا بيز كونسيرشن كان ممكن المحاضرة يبقى اسمها بوب ميد بس الموضوع مش متأثر على بوب ميد في داتا بيز تانية طيب كان ممكن برضو اللي هو سيرشن داتا بيز بس الموضوع مش موضوع سيرش في ملايين البيبرز هدور فيها ازاي؟ لازم اعمل سيرش ماشي؟
كم واحد ممكن يقول لي انا حاطط الصوره دي؟ ايه اللي عليها عشان ها؟ حد يقترح؟ اكيد اكيد حاجات سهله. ها انا سامع حاجات. ها قول كاس العالم دي مكمل عليها؟ ماشي. عايز حاجتين كمان، اربطوا لي الصوره دي بحاجات بتحصل دلوقتي. كاس العالم واحده منهم. ماشي بس يعني اسمه لعيب كاس عالم. ها ماشي في البرازيل. ادي تاني حاجه. الرقم بتاعه العالم هو الرقم بتاعه ايه؟ هو هداف كاس العالم ورقم كاس العالم. ماشي دي حاجه كمان بقى دي ما كنتش عارفها بصراحه. ها ها حاجه ركزوا بس شويه. ايه؟ ماشي برازيل قلناها. طيب اقول عنده استراتيجي ممكن. طيب حد واخد باله رقمه ده رقم كام؟ محاضرة التاسعة. ماشي النهارده المحاضرة انا برضه عايز واحد لماح. ماشي طيب احنا النهارده قلنا هنتكلم على الداتا بيزز. طب قبل اي حاجة احنا لازم نعرف احنا جايين ليه؟ احنا جايين ليه طب نتعلم داتا بيزز؟ في حاجه كده يعني ما عرفناش غير لما دخلنا الكليه، ان الدكتور بيفضل طول عمره بيتعلم وبيفضل طول عمره يذاكر. احنا لو كنا نعرف كده كان ممكن ما ندخلش طب اصلا، بس ده للاسف. واللي حاصل ان العلم بيكبر قوي والطب قاعد يعني يدخل في برانشز رهيبه والبيبرز بقت بالملايين. طب هنعمل ايه؟ يعني هتدخل سوق العمل ازاي وانت اصلا ما بتعرفش تتابع ايه الجديد؟ ايه ما بقى خلاص هتقتنع ان انت هتقعد بقى في وحده صحيه بالمعلومات اللي عندك اخدتها من كتاب اي كتاب وخلاص ماشي حال. بس احنا مش عايزين نبقى كده عشان احنا هنبقى مميزه. فاحنا جايين النهارده نتعلم ازاي نقدر نتابع الحاجات الجديده، نسيرش الداتا بيزز باستراتيجي. ماشي؟ طيب احنا ليه محتاجين استراتيجي؟ ليه؟ زي ما انتم شايفين في حوالي من 20 ل 30 الف جورنال. صوت بيقطع صح؟ في من 20 ل 30 الف جورنال. الجورنال الواحد بقى له كام سنه موجود؟ والجورنال الواحد بقى له كام سنه ينزل على كل قد ايه وكل عدد فيه كام بيبر؟ يعني بتتكلم فعلا في ملايين ملايين. طيب في حاجه ثانيه، الجورنالز كان زمان لو واحد راح اي مكتبه من المكاتب اللي هنا هيلاقي ان في كده مجلات، مجلات علميه، دي حاجه عفى عليها الزمن خلاص. يعني خلاص كله بقى دلوقتي رايح في قصه الالكترونيك، مفيش مجله بتتنشر بقى وتطبع وتتبعت للدكتور زي زمان، الموضوع بقى كله الكترونيك، يعني كله رايح في الاتجاه ده. في معلومه انا لما قريتها بصراحه اتصدمت. الاماونت اوف ميديكال انفورميشن بيحصل لها دبلنج كل 5 سنين. دبلنج. الميديسن ما بقاش زي زمان. الميديسن دلوقتي بقى مالتي ديسبلين، يعني الديزيز الواحد داخل فيه كل التخصصات، وغير كده وبس داخل فيه حاجات غير الطب كمان. فبقى الموضوع قاعد بيتوسع. الداتا بيزز بقت بتستخدم تكنولوجيا عاليه قوي في ان هي ازاي تعمل كل الحاجات دي اندكسنج وتحطها في طريقه معينه، فالتكنولوجيا بدات تزيد. وبقى صعب فعلا ان انت تطلع المعلومه الاكيوريت اللي انت عايزها من غير ما يكون عندك استراتيجي انت ازاي هتدخل وتدور على الحاجه دي. حلوه العصفوره. ماشي. الموضوع كله يتلخص في 5 ستيبس. اول ستيب اساسيه جدا معانا من اول الكورس. اول ستيب هي ديفايننج ذا بروبلم اند فورمولييت ا كويستشن. ماشي دي ستيب نمبر 1. على فكره السلايد دي هتفضل معانا لغايه اخر اليوم، هنفضل كل شويه نكررها، لازم الفايف ستيبس دول يبقوا في دماغك، ان هو ده اساس الاسترتش. يبقى انا قبل ما ابدا اي حاجه لازم يبقى عندي سؤال انا داخل عايز اجاوب عليه. ماشي؟ هختار الداتا بيز اللي انا هدور فيه. الموضوع مش باب ميد بس. ماشي؟ هعمل سيرش استراتيجي معينه هقول لكم بتتعمل ازاي. بعد كده هنعمل السيرش بتاعنا. بعد كده هنعمل سكريننج وايفالويشن للريزلتس في اللايف. طب هل بعد ما انا خلصت الحاجات دي كده انا خلصت؟ لا، هي سايكل. برجع تاني لو الايفالويشن بتاع الحاجه بتاعتي مش مظبوط لازم ارجع السايكل دي تاني. طيب بعد ما خلصت هنا برجع تاني
ابدا من ستيب 3 عشان ادخل على الداتا بيز الثانيه. هنبدا ستيب نمبر 1 ديفاين فور بروبلم اند فور ريليت. طيب دايما لما يبقى عندي اي حاجه انا داخل عليها جديده مش لازم يبقى عندي باك جراوند نوليدج عنها. يعني مثلا ايه؟ اي اكزامبل، انا دلوقتي عايز اعمل مثلا ريسيرش عن الانسوميا في الاند ستيج من الديزيز. ماشي؟ ده ريسيرش انا كنت عملته واحنا في صناعه. فاول ما جت الفكره نفسها انا لازم اعرف يعني ايه انسوميا، تعريفها ايه؟ اي باك جراوند والاند ستيج هي الديزيز، لازم عندي باك جراوند عنها. طب ما ادخل ادور بقى. تعالى لو كنت مطعم. طيب ماشي، وبعدين شويه عن ايه المرحله الثانيه تفتكر؟ لو عندي اي سيناريو بقى، اي سيناريو وعايز ادخل اعمل له كويستشن، اعمل كويستشن ازاي؟ في حد قال فيكم انت تقريبا هتجاوب كل حاجه النهارده. ماشي، فيكم كانت انفجارات ايه؟ ما تبصوش. ماشي، فيكم كانت انفجارات ايه؟ ال B patient population أو problem، I intervention، C compare أو control، و O outcome. دي يعني ده كده كنت شفتهم قلت ايه؟ بعيد احط في حته حطيته هنا. هو مين ايه؟ بيقول لي دايما لما الكويشن بتاعي بيبقى بروت الريزلت بتاعتي بتطلع كتير قوي، ولما الكويشن بتاعي يبقى نانو سبيسيفيك قوي الريزلت اللي بتطلع قليله قوي. طب انا المفروض اعمل ايه؟ يعني احاول دايما الكويشن بتاعي يبقى في الميدل بحيث ان انا ابدا ايه مجمع الدنيا كلها، ما اسيبش الموضوع مفتوح قوي وما اسيبوش ايه ضيق قوي. طيب ده اول كده ايه سيناريو صغير كده. احنا عندنا السيرش، بنعمل سيرش عشان مين لي حاجتين، يا اما انا عايز ادور على ايفيدنس في البراكتس، حاجه واجهتني عايز اتاكد العلاج ده كويس بالنسبه للمريض ده ولا لا، او ان انا عايز اعمل بحث وعايز اشوف ليتريتشر بتقول ايه في الموضوع ده. فده مثلا سيناريو صغير عن الايفيدنس، انا بدور على ايفيدنس. انت صحيت الصبح، انت لقيت ايه؟ صحيت الصبح لقيت عندك سور ثروت ومناخيرك راني راني نوز، رحت المستشفى السينيور بتاعك، احنا عندنا مشكله في السينيورتي، قال لك خد زنك تابلتس. ليه؟ هو عايزك تفك بسرعه عشان ما يشيلش نبطشيطك. ماشي؟ المهم فالمفروض يديكوا ايه؟ البيشنت هنا هيبقى ايه؟ بيرسون وذ كومن كولد، الانترفنشن الزنك تابلتس، الكومبير هكومبير تو نو تريتمنت. ماشي، انا عايز اعرف هل انا لو اخدت الزنك ده هيبقى احسن ولا لو ما اخدتوش خالص انهي هيدي لي اوت كم كويس. ماشي، هنا ممكن يبقى انا كده عملت سؤال، ممكن اقول ان السؤال بتاعي إن patient is a common cold improve recovery rates compared to no treatment. ده كده سؤال، انا كده حضرت سؤال عايز ادخل ادور عليه ك evidence. طيب نشوف example تاني، لو انا عايز ادخل ادور على literature خلاص يعني كده قلنا لو عايزين نحضر سؤال. طب لو literature ده سيناريو تاني، انت بتعمل literature review على الريسك اوف tuberculosis انفكشن في العيانين اللي عندهم روماتويد ارثرايتس بياخدوا علاج اللي هو تيومر نكروزز فاكتور الفا. هي معقده شويه بس عادي، انا بدور على الريسك بتاع انفكشن بتاع التي بي في عيانين الروماتويد ارثرايتس اللي بياخدوا العلاج ده. الكويستشن هنا ممكن يبقى ايه؟ البيكو بتاعتنا، فكروا كده، فكروا هنا البيشن بتاعتي ايه؟ عيانين عندهم ايه؟ ماشي، يبقى صح، يبقى patient with rheumatoid arthritis. The intervention هنا ماشي الالفا انتاجونست. طيب الكومبير فينا كومبير بحاجه، مش شرط، مش دايما شرط انك تلاقي ان البيجو كلها ساتيسفايد. فهنا الاوتكم هو الريسك اوف tuberculosis انفكشن. يبقى انا كده حضرت برضه البيجو فورمات للموضوع اللي عايز ادخل عليه. يبقى الكويستشن اللي ممكن نقوله what is the risk of tuberculosis patient with rheumatoid arthritis with TNF alpha. ماشي، لغايه دلوقتي الموضوع صح. يبقى اول ستيب ايه؟
بنحضر كويستشن. بتحضر كويستشن ازاي؟ بترن اي سيناريو قدامك في بيكو عشان تعمل كويستشن كده ايه محترم. دي العصفوره طايره. طيب تاني حاجه تشوز داتا بيس تو سيرش. الموضوع ده في كلام كتير، احنا للاسف ما نعرفش حاجه غير الباورنت. ممكن تكون سمعت عن الباورنت، بس في داتا بيس كتير قوي قوي هنتكلم فيها شويه كده. بس قبل ما نبدا عايز شويه تعريفات صغيره. دايما الكلمه اللي هي بيبليوجرافيك داتا بيزز هي دي هتلاقوها منتشره قوي. بيبليوجرافيك دي يعني ايه؟ داتا بيزز دي عباره عن مؤلفات، يعني داتا بيز لمؤلفات ريفرنسز ودوكيومنتس. دي عباره عن الداتا بيز بتاعت المؤلفات بنسميها بيبليوجرافيك. ريفرنس يعني ايه؟ طبعا ريفرنس دي اللي هي الانفورميشن اللي فيها انكلودد دوكيمنت، الانفورميشن بتاعت الاوثر، الابستراكت، الجورنال اللي اتعملت فيه، والير اوف بابليكيشن. دي سهل. طيب لو انت هتدخل تسيرش على كويستشن في ستيب 1 ده في ستيب 2 عايز تختار داتا بيز اللي هتسيرش فيها هتعمل ايه؟ لازم تبقى داخل حاطط في دماغك شويه حاجات اساسيه جدا، اللي هي اول حاجه ان انت مش هتبص للداتا بيز. ويمكن ما انا نفسي يعني قبل ما احضر الكلام ده ما كنتش برضو ايه حاطه في دماغي قوي، كنت يا دوب بدخل ابص في حاجه في باب ميد وكده وخلاص. لكن دلوقتي لا، عرفت ان في حاجات تانية ومهمه لازم بقى اعرف حاجه تانية. الاكستنت بتاع الداتا بيس كفرج دي، ان في حاجه في داتا بيس بتكفر الحاجات البيبرز اللي طالعه من يوروب اكتر من يو اس، ويو اس اكتر من يوروب. زي ايه؟ طبعا باب ميد بيكفر ايه اكتر من ايه؟ يو اس. طب هو طب مت اصلا يو اس. طب في حاجه تانية اليوروب؟ اه في حاجه اسمها ام بيز. ماشي ام بيز. طيب في حاجات بتظهر اللغات التانية غير الانجلش زي ايه؟ طب مت بتلاقي اكتر الحاجات اللي عليه انجلش، الحاجات اللغات التانية بتبقى اقل، فالجورنالز اللي محطوطه في باب مت فيها اللغات التانية اقل. فانت طب انت لو هتاخد مثلا موضوع الموضوع ده اجمل ناس دي مثلا معروفه الجيران زي مثلا حاجات الثيرويد كلها هم هناك فظاع في الموضوع ده. طب انا احاول سيرش، احاول ادور على بيبر ترانسليتد او ان انا ادور على بيبر واعمل لها ترانسليشن، مفيش مانع. احنا النهارده يا جماعه بنتعلم الحاجه الالتيميت، يعني اللي هي ده اعلى حاجه في انك وانت بتدور فعلا صح. مش طبعا في حاجات كتير ممكن تقول دي خيالات احنا هنقعد لسه نترجم، بس انا بقول لكم ايه الحاجه الايديا. طيب برضه في حاجه معروفه قوي بالنسبه مثلا للباب ميد ان هو مش بيكفر البيبرز اللي على السايكولوجي كويس غير ان بيز. ان بيز احسن. طب ايه ده؟ ده في داتا بيز ثانيه خالص اسمها سايك انفو، دي متخصصه سايكولوجي. اذا يبقى انا عندي حاجات داتا بيز، في حاجات جنرال، في داتا بيز سبيسيفيك. انا لو حاجه مثلا حاجه سايكولوجي انا لازم كده اعمل في باب ميد وسايك انفو، لازم اعمل في الاثنين دول وعندي تفسير كويس جدا. طيب لازم اعرف ان كل داتا بيز بنحط الـ Index System بتاعها بطريقة مختلفة. يعني إيه Index؟ Index يعني فهرس، صح؟ صح ولا مش صح؟ صح؟ طيب Indexing أنا قعدت أحاول أفسرها كده، طب ممكن تبقى بالعربي إيه؟ لقيتها أكتر اللي هي إيه؟ تصنيف، يعني تيجي أكتر من تصنيف، يعني أنت بتعمل فهرسة فبتصنف الـ Papers. الحتة دي هنجي لها بقى بالتفصيل قوي لسه. ماشي؟ طيب يبقى انا لما بدور فين؟ عندي حاجه اسمها اونلاين بابليك بيبليوجرافيك داتابيس. عايز اكزامبل؟ اشهر واحد في الورود اللي بيجمع، قول ايه اشهر اونلاين بابليك؟ ها؟ لا لا جوجل ده، بص يا جماعه ما بعتبرش ان جوجل ده معناه في الداتابيس. في حاجه اسمها جوجل سكولر، دي حاجه ثانيه. ماشي هو جوجل سكولر ممكن حاجه من الحاجات اللي تبقى اوبن. ماشي في ايه تاني اونلاين بابليك للناس كلها تقدر تدخل عليه وغالبا تعرف تطلع منه البيبرز بسهوله؟ بلاش يا جماعه ويكيبيديا برضه مش معانا النهارده. ويكيبيديا ما بعتمدش فيه. بابليك في مجالنا هو حاجه زي ما تدخل تدور فيه. اه احنا مش هنستخدم حاجات زي كده. لا صح ماشي كويس. انا بقول في حاجات كوميرشال اللي هو اصلا عشان تدخل في الداتا بيز وتدور بفلوس زي اغلب بقى الحاجات. هتلاقي بقى انجليزي كوكرين على فكره بفلوس بس بره مصر، يعني هي مفتوحه للديفلوبينج كونتريز اللي زينا ببلاش، بس يعني هي في العادي هي بره بفلوس. انسايت انفو بفلوس، في حاجه اسمها قنوات بفلوس، في كذا حاجه بفلوس. ماشي في حاجات سبيشالايز زي قلت لكم اللي هي حاجات زي سايت انفو دي مركزه جدا. في حاجه اسمها في طريقه اسمها هاند سيرش،
الهاند سيرش عباره عن ايه؟ انت لقيت بيبر بتتكلم عن الموضوع اللي انت عايزه جدا، نزلت على الريفرنس ليست بتاعتها لقيت شويه ريفرنسز حلوه وبتدور على انه جاي، اسمها هاند سيرش. انت بتطلع بيبر اوريدي معاك. في حاجه اسمها جراي ليترشر، دي بصراحه عمري ما كنت اصلا متخيل ان هي ممكن المفروض ان انا الجا لها، اللي هي في حاجات بتتعمل في المؤتمرات ما بتتعمل ما بتتنشرش مجالات. طب دي هنا مين؟ دي انك بقى بتدخل مثلا الصفحات بتاعت المؤتمر دي تجيبها، ان في ويب سايت او اتنين اللي هو سكوبس وواحد اسمه ويب اوف ساينس، دول بيبقوا برضو اكتر في الحته دي، ممكن تلاقي فيهم الدوكيومنتس من المؤتمرات. ماشي، دي كده بسرعه. هاجي بقى هنا بسرعه كده، هعدي على واحد واحد. اول حاجه طبعا طبعا زي ما قلنا هو الميديسن، هو مين الميديسن واوبن بابليك ميديسن. ماشي، هو في سيرفيس من ايه؟ يو اس ناشونال لايبرري ان ان ان. الباب بيسيرش حاجه اسمها ايه؟ ميد لاين. ماشي، هو بيسيرش ميد لاين. في حاجه ثانيه بتسيرش ميد لاين اسمها اوبن. يعني ثانية غير بابليك. ماشي، بابليك في ديل بتبقى حاسب موجودة على يعني ديل، يعني لو انت بتعمل سيرش عليه انت في ديلين تجيب في 10 حاجة. ماشي، هو في حوالي من 21 ل 23 مليون بيبر. في حاجة كده بس ايه مهمة عشان حسيت انا برضه في الاستاد اللي جاي. الاندكسنج سيستم بتاعه ممكن تلاقي بيبر موجودة بابليك مش معمول لها اندكسنج في الريت لاين، او مش معمول لها اندكسنج في المش داتا بيز. انا اعرف يعني ايه مش داتا بيز، بس خليك تديني الجمله دي. ماشي، في حاجه ثانيه اسمها اي بيز، دي بايو ميديكال، فما تقدرش الداتا بيز. على فكره الاي بيز بتطور الحاجات بتاعت الادويه احسن من بايو ميديكال. ماشي، دي البروديوس باي حاجه اسمها اكسيدير. بتشوف كلمه اكسيدير دي لما تبقى بيز كده على جنب مين ممكن تدور على الاكسس. اكسيدير دي ايه؟ دي زي بار الشيب. هي بالظبط كده، هي بار نشر. ماشي، بتعمل مجموعه جوزرز وبقى بيبقى ليها سبسكريبشن. ماشي، فيها تقريبا 11 مليون. طيب ساينس دايركت، ساينس دايركت دي برضه معموله بسيريال. ماشي، فيها حوالي ايه 6.7 مليون. وبرضه على فكره هكتبها بسرعه. ايه بيز ساينس دايركت بوبل، الحاجات دي كلها مفتوحه لطلبه الشمس. لو انتوا اخدتوا الاكسس من المكتبه اللي احنا عاملين فيها عليها، انا كنت عارف ان هو دي دلوقتي. طيب دي الصفحه دي خلاص معانا حاجه كده. ماشي، كاينات ايه؟ كاينات ده ليكوس، هو اصلا داتا بيز متخصصه للنيرس. النيرس يعني هم الناس اللي عندهم بيتعملوا اه فيها تقريبا 1.5 مليون تيبل، تقريبا نصهم موجود في بابليك. ماشي، فاحنا لو نيرس عايزين نعمل بحث حاجه للنيرس. ماشي، سايت انفو ده زي ما قلنا هو سبيشاليز كوميرشال، هو ميدي للسايكولوجي. اللي بتعملهم حاجه اسمها انفستمنت، زي السيريو زي الحاجات دي برضه على فكره برضه فلوس، بس انت ممكن تدخل عليها لو عملت اشتراك في المكتب. السؤال ده اللي شايفه في بقى سكوبس وويب ساينس، دول صراحه قصتهم مقصره، دول حاجات كبيره قوي. بابليك ليستنج مش بس بس دول بقى ميزتهم زي ما قلت لك تقدروا تعملوا ان هي فيها اللي هي الفيري تطور بقى على حاجات اتعلمت من الكاميرات، حاجات مش عارف ايه. بحب بصراحه يعني ادوها بصر في ايه وبرده في تومسون على طيب ده كده ما بقاش ليرش في حاجه كده دلوقتي اصلا بيعمل الايفيدنس بيبدا الاول بعد كده بتعملها سيستماتيك ريفيو تبقى زي مثلا حاجه زي دي ان جي ابديتس وكريم ده. ماشي، بعد كده بقى يعني دي بتتجمع برضه تجميع ثانيه بتتحط ان سايلوكسز وسامريز بحيث ان يطلع لك منها ستيبي تخلص لك القصه على طول انت فاهم الريفرنس اللي هو الاختبار. بعد كده يجي لي التكست بوكس كان اسمها بيير تقريبا مش عارف صح. بعد كده بقى خلاص الموضوع بيبقى سيستماتيك وبيدخل في السيستم. ده تطور الايفيدنس عامه. دي برضه ليست كده بشويه حاجات للايفيدنس، هنبص على حاجات منها النهارده. ماشي، طبعا في حاجه بقى اتعملت جديده دايما تلاقي ايه بوب ميد، هي المفروض ايه جنرال داتا بيز يعني مش بتاع ريفرنس. لو عاملها كده حته لو انت بتحب الريفرنس عاملها جزء كده اسمه كلينيكال كويرنس، ده تدور فيه لما بتبقى عايز ريفرنس بس. برضه بي ام جي دي المفروض جورنال بريتش ميديكال جورنال مشهوره قوي، عاملين برضه جزء للايفيدنس بس لو انت عايز ريفرنس. في طبعا كوكرين
وفي بقى حاجات ثانيه كتيره في سيك في اي دي ان جايد لاينز بتاعت شركه وايلي. وايلي دي برضه حاجه دار نشر كده. وايلي دي دار نشر. وفي تريب داتا بيز دي بالنسبه لي كان اكتشاف لما اول مره دورت فيها. تريب دي حلوه قوي. وبقى مجموعه حاجات ثانيه دايناميت واب تو ديت وبي ار دي اللي قلت لكم شكلها جامد. وفي بقى جايد لاينز والجاف دي اللي هي يعني الرسميه بتاعت امريكا. طيب بسرعه كده ايه؟ سيرش استراتيجي. يعني دي يمكن حته ايه، انا عايزكم حد معاه ورقه وقلم، انا عايزكم كلكم تطلعوا ورقه وقلم. هنعمل خطه. دايما في طريقتين لعمل اي حاجه، انت تدي وقت كويس انك تعمل بلان قويه عشان تدخل تنفذ على طول، وفي طريقه ثانيه ان انت تبدا تمشي بعد كده تشوف الدنيا معاك عامله ازاي وتتصرف. انا بالنسبه لكم احسن تفتكروا اني احسن الدنيا. انا بالنسبه لي الاولى بصراحه احب احط بلان محكمه من الاول. يعني مثلا في جروبس عملت الكوشنير نزلت اخذ الداتا من غير ما اكون كاتبه بروتوكول، بس ده مش صح. يعني لو انت بتحط الخطه بعد ما تكون نفذت، لا انا احب الاول احط الخطه بتاعتي صح بعد كده انزل انفذ. يبقى هنبدا فورميليت يور سيرش ستراتيجي. ازاي بقى بعمل خطه البحث؟ اول حاجه انا عندي كويشن، وصلنا لكويشن، وصلنا هدور فين؟ ماشي. انا الحاجات اللي هقولها تقريبا ماشي على كل الداتا بيز، يعني خلينا نوصل كلهم شبه بعض. واحنا في الاخر بنعمل بقى بالاكسرسايز هتلاقوا ان كلهم شبه بعض، كلهم نفس البيزكس، بس نبقى فاهمين البيزكس دي. دي الايديال بيزكس في السيرش. ماشي. اول حاجه الكويستشن بتاعي بقسمه كونسبت. كونسبت يعني ايه بالعربي؟ مبدا. ماشي. يعني تقريبا المبدا دي جايه من اللي هي الحاجه اللي ما يختلفش عليها اي حاجه، هو التيرم نفسه التعريف الثابت بتاعه. ماشي. طبعا انتوا عارفين ان مثلا ممكن يبقى الكلمه ليها كذا معنى، يبقى انا هنا اقصد بالكونسبت المعنى. انا في معنى ثابت في دماغي عايز ادور على الكي ووردز بتاعته، صح؟ وده ياخدني لحته السبجكت هيدنج. في حاجه اسمها سبجكت هيدنج اللي هي ايه؟ اللي هي زي مش تفاضل كم واحد سمع عن كلمه مش قبل كده؟ لا انا عايز تفاضل فعلا ان هي تبقى معايا جمله عربي.
طيب ماشي، مش دي قصة، قصة هحكي لكم قصتها بالكامل. يبقى أنا أول حاجة بقسم الكويشن بتاعي للكونسبتس، وبعد كده لكل كونسبت بجيب السبجكت هيدنج بتاعه. هقول لكم إيه السبجكت هيدنج. طيب وبرضه كل كونسبت بجيب له كي ووردز. ماشي؟ بجيب له كي ووردز. بعد كده بعمل ورك شيت اللي أنا خليتكم تطلعوا ورقة وقلم عشان إيه؟ نعمله سوا. ماشي. إيه بقى المش؟ مش اختصار ميديكال سبجكت هيدنج. ميديكال سبجكت هيدنج. اعتبروا نفسكم موظف في مكتبة. يجي لك بيبرز كتيرة قوي. عايز تعملها سيرفيس لينكس سيستم عشان يجي يدور يجي يدور بسهولة. ماشي؟ هتعمل ايه؟ هتجي لك البيبر هتقراها هتحط تاني كده كأنها تاني أو تيرن لكل بيبر اللي هي البيبر دي بتتكلم عن كده. واحد دخل على السيرش وكتب الترم ده بيطلع البيبر. ماشي؟ طيب الميش سيستم ده مين اللي عمله؟ ناشونال لايبرري اوف ميديسن. ماشي؟ اللي هي الاكبر مكتبه في امريكا اللي هي الان ال ام اللي هي الداتا بيس بتاعتها اسمها ميد لاين اللي احنا بندور عليها في الباب ميد او بالموت. هي عباره عن ايه بقى الميش دي؟ ميش ترم دي يعني ايه؟ كنترولد فوكابلري اوف بري ديفايند تيرمز. ماشي؟ كنترولد فوكابلري يعني فوكابلري انا حاطه وحاطط الديفينيشن بتاعه. خلاص مفيش اثنين هيختلفوا عليه. وبتكفر كل الاسبكتس بتاعت الميديسن. يعني مفيش كلمه مش هلاقيها فيه. مفيش اسبكت في الميديسن مش هلاقيها فيه. طب ما في حاجات بتطلع جديده، كلمه نانو تكنولوجي دي ما كانتش موجوده. صح؟ طبعا قريب. طيب عشان كده هي بتابديت انيوالي. المش محطوط في زي ايه؟ هيراركي كده. هيراركي بيتفرع، قاعد بيتفرع زي الشجره، عشان كده اسمها مش شبكه. ماشي؟ المش دي طريقه للسيرش في داتا بيزز كتير ليه ديدلاين قابل وكوكريت كمان يستخدم. ماشي؟ طب احنا ليه عاملين الماشي؟ ليه ما تدخلش ما في كيورد ممكن ادخل سيرش في كيورد؟ هديكم مثال. كلمة فيفر. كلمة فيفر انا عايز تطلعوا لي منها ثلاث تيرمز تانيين بمعنى نفس المعنى. هايبر تيرم يعني. ايه؟ هو عنده براوزر خاص كده يكتب فيه هايبر سيرفر يعني يطلع له من الكلمه اللي هتحطها هي الفكره على الفكره دي. دي اللي بيعمل الشغلانه دي واحد اسمه اندكسر. ده فعلا ده موجود في الكليه بيشتغل معاه يعني فاهم فعلا. فهمنا قصه الميش تيرمز معموله ازاي؟ ها؟ لا بجد انا نفسي لسه يعني هقول اعدي يعني؟ متاكدين؟ ماشي. طيب طالما انا عندي بقى مش دي 3 دي 3 بتاعت المش. بصوا بقى هي معموله ازاي. كل مش كاتيجوريز بتتقسم لكذا حاجه. واحده منهم ديزيزز كاتيجوري نيم كلاس وبتتقسم في هنا حاجه اسمها ماوس نيم كلاس ومعموله فيها ليستنج لكل الحاجات دي. ماشي؟ انت لما بتفتح دي بقى ماوس نيم كلاس بتلاقي ديفينيشن واحد وتلاقي فيها يعني ممكن تلاقي الترمز بمعنى سيل معنى بس دي مش ترم. لو انت جيت عملت سيرش على دي وفي اوبشن كده اسمه اكسبلور هتبقى عامل سيرش على كل الحاجات دي اللي انت بعتها. هي دي فكره التكوين. لو انت عملت سيرش على حاجه تحتيها لسه في الهيراركي مستمر هتعمل سيرش بنفس الحاجات دي كلها. لكن الماوس بيك لازم موجوده في تو كاتيجوريز. وانا برضه مش شايف من هنا. موجوده هنا في الهيدن نيك نيوبلازم لما هي متقسمه باي سايت وموجوده هنا في الماوس ديزيزز. اذا الترم يعني بحيث ان انت واخد الديفينيشن بتاعه بالكامل. الكلام ده هيوضح اكتر واحنا بقى ايه بنجرب. بس انا عايز تكون تفهموا ان قصه الترمز دي اللي بيعملها ان هي دي داتا بيس ستارت اب.
باخد منها كلمه احطها على البيبر دي عشان الكلمه دي ريبريزنتنج في اي من معانيها، عشان لما انا اجي ادور الميش تيرمز اعرف اجيب كل البيبرز اللي الاندكس حاطط عليها الترم ده. تمام. طيب ايه بقى ميزه ان انا استخدم الميش؟ ان دايما الميش بيبروفايد الترو مينينج. ماشي، الميش بيبقى انكلودد الترمز بتاعت الكلمه زي الفيفر. الميش بيدير مع الهومونيمس، بمعنى ان ممكن يبقى الكلمه ليها اكتر من معنى، ساعتها هتلاقي الكلمه محطوطه بالديفينيشن الثابت بتاعها لا تحتمل حاجه ثانيه. فانت بتقرا الديفينيشن لقيت هو ده اللي انت اصلا في الكونسبت اللي في دماغك، خلاص يبقى هي دي. ما لقيتهاش هي بتدور على واحد تاني. ماشي. مش هيلبس ديل ويز بروبلم عايز فروم سبيلنج فاريشنز وايرورز. تيومرز، تيومرز ممكن تتكتب ازاي او ازاي؟ ليها طريقتين في الكتاب. في واحده فيها او يو زياده صح؟ تيومرز ممكن تتكتب بكذا طريقه. ماشي، ده سبب من الاسباب اللي انا ممكن استخدم فيها الماش، اللي هي بتخلصني من القصه دي كلها. واحده من البيجست بنفيتس ان هي بتوصلك انك ممكن الاتيرمز مستخدمه انت ما كنتش تعرف عنها. تكتب الفلوس، انا اكتشفت ان دي حد عارف الاسم التاني بتاع الفلوس. اسمها فوكس ديزيز. كنت بعمل سيرش في التيرمز على كلمه تيوبركلوز، من الحاجات اللي هي التيرمز بتاعتها فوكس ديزيز. يعني كل حد ممكن يكون واحد لما عمل البيبر بتاعه كان كاتب التايتل فوكس ديزيز، دول اللي الاندكسر شاف يعني ايه فوكس ديزيز وخلاص هي معناها تبع تيوبركلوز، ما كانش بتحط ما كانش عارف تطلع البيبر دي تاني. طيب طالما كده بقى بستخدم كي ووردز ليه؟ ما خلاص ما دي مخلصه لي القصه. لا، كي ووردز برضه مهمه جنب، يعني لما تيجي تسيرش بالماش لازم تسيرش بالكي ووردز العاديه. ليه؟ بكذا حاجه. الماش احسن طريقه انك تعمل كومباينيشن مع كي ووردز. ايه الكي ووردز دي؟ ايزي تو ديفاين، اللي هي دايما احنا بنستخدمها، التيرمز اللي احنا بنستخدمها. يعني خلاص انا عملت سيرش باي فيفر، لازم ادخل السيرش، ادور على السيرش، لازم اربط الهايبرثيرميا والبايركسي والهايبرثيركسي ببعض. ليه؟ ان الاندكسر ده بيغلط. هم لقوا ان الاندكسر ده عادي ممكن يبقى في حاجه ما حصلهاش. يبقى كلمه فايبر سيرمي جت في التايتل او في الابستراكت، الراجل ما حطش على اساس ان هي تبع الفيبر. فانت كده لو انت سيرش الفيبر بس ضيعت الفيبر دي. لازم تطلع كل الفيبرز. ده الاي دي. ماشي، لو في نيو تكنيكس لسه ما اتحطتش في الاندكس الجديده، بتتغير كل سنه. بتتغير كل سنه، انها تكنولوجي لما نزلت كانت يا دوبك بتستخدم في التايتل، الاوثرز اللي عاملينها هما اللي بيكتبوها، بس لسه الاندكسر ما فيش تيرم بيديفاين الماتش. طيب مش تيرمز ماي نوت فولي ريبريزنت يور، يبقى نطلع بخلاصه ايه؟ ان انا لما بسيرش لازم بسيرش بحاجتين، المش تيرم والكيورد. ماشي، دي يعني زي السبجكت هيدنج كده بتاع كل داتابيز. بومنت بتستخدم حاجه اسمها مش اللي احنا قاعدين بنتكلم عليها. ام بيس بتستخدم حاجه اسمها ام 3. كاينال بتستخدم حاجه اسمها كاينال هيدنج. كوكرين بتستخدم مش برضو. سايت انفو بتستخدم اللي هو زي مش عارف اقول كده. ماشي، ويب سايبرز كوكيز ما عندهاش، بتستخدم الكي ووردز بس، ما عندهاش سبجكت هيدنج كده بيفسر كل حاجه، ما عندهمش واحد قاعد يحط الترم ده على كل بيبر. الورقه بتاعتكم عايزكم بقى ايه؟ ترسموا الجدول ده. ماشي، بصوا كده، ارسموا كولمز. ماشي، الكولمز دي ده كونسبت نمبر 1، كونسبت نمبر 2، كونسبت نمبر 3، كونسبت نمبر 4. ماشي، ده لو الكوتش دي موقف هنكتب مثلا ممكن كان عامل ثلاث كولمز كده. ما بين الكونسبت والتاني بيبقى في اند، وبين الماش مثلا والكي وورد اور. في حاجات البيبرز لسه ما دخلتش على الميد لاين، فطالما لسه ما دخلتش على الميد لاين ما تحطلهاش مش، فانت لو دورت بالمش هتنسى الحاجات دي. انا فعلا جربت لقيت مثلا ايه،
بعد ما بشوف كابتن بشوف كده مش كابتن سيلا عم تطلع لقيت ان مفيش عشان لسه الانديكس ما وصلش حد الناس اللي بتشتغل شغال فيبقى هنا الفكره دي بتاعتها في الكي وورد مش الانديكس ده كانش ايه الكونسيبت هو المبدا الواحد كده الجزئيه اللي انا قسمت بيها ال الكويشن بتاعي قسمت الكويشن بتاعي كده وبعد كده بجيب الانديكس ده بتاعها واحط كل الافيلبل كي وورد دي في دماغي كلها طيب ايه الاند والاول دي؟ الاند والاول دي حاجه بقى يعني لا غنى عنها في اي سيرش انجن في داتا بيس هتستخدمها. خلي بالك الاند والاول دي مش مكتوبه اند والاول عادي. هل بنلاحظ ايه المختلف فيه؟ مكتوبه بايه؟ كابيتال فقط. كابيتال فقط. ليه بقى؟ دي حاجه اسمها بولين اوبريتورز. اخترعها واحد ماثماتيكيشن ما علينا اسمه جورج بولي ماشي؟ دي بقى حلوه جدا في ايه؟ مبني عليها كل الداتا بيز بتاعت السيرش اند وور ونوت ماشي؟ اند وور ونوت دي بتعمل حاجه منين؟ يا اما بتزود لك عدد الريزلتس بتاعتك يا اما بتنقصهم. طب تعالوا نفهم يعني ايه البولين اوبريتورز دي؟ شايفين دي؟ شايفين دي بتبريزنت ايه؟ يعني انا مثلا انا كنت عامل بحث عن انسوميا والانستيج جينال ديزيز لو استخدمت اند ايه اللي هيحصل؟ سوميا ليها ريزلتس انجليزيه جينال ديزيز ليها ريزلتس لو عملت بينهم اند بالكابيتال هيجيب لك الابحاث بس اللي فيها كلمتين طيب ماشي هيجيب لك الابحاث اللي فيها كلمتين فلو استخدمت اور اور بتجيب لك الابحاث اللي ذكرت فيها الكلمه دي اور الكلمه دي طب لو نوت لو انسوميا نوت انجستيج جينال ديزيز هجيب لي كل حاجات الانسوميا كلها ونشيل منها الحته بتاعت الانجستيج جينال ديزيز ماشي دي كده السيرش استراتيجي بتاعتنا ماشي خلاص احنا هندخل بقى تقريبا في التطبيق بس عايز اقول لكم ان احنا نقسم الكونسيبت طبعا تقريبا يعني نروح مكان فين بعد كده الكونسيبت ده هطوره على الميش تيرمز بتاعه بس ده ما يهمنيش اللي يطلع الكي ووردز بتاعتها. خدت بالك في الجدول الكونسبتس بجمعها على بعض الاد والكي ووردز والميش تيرمز بجمعهم على بعض الاول. واخدين بالك لو انا عملت جبت كل واحد كده وجمعت الحاجات كلها كي وورد بتاعت الكونسبت الواحد فيفر، هايبر سيرمي، بايركسيا، هايبر بايركسيا، فلاي، الحاجات دي كلها لو عملتها كور اي فيفر فيها كلمة من الكلمات دي سواء اذا مش او كي وورد هتطلع. تخيل بقى دي عملت لها اند مع الكونسبت التاني اللي فيه برضه اكتر من حاجة. كده انا عملت ايه؟ كومبينيشن رهيبة بمعنى اي كلمة في الكلمات دي في الكونسبت ده مع اي كلمة في الكلمات في الكونسبت ده مع بعض كلمة واحدة هتطلع. فهمت بقى القصة هنا ليه انا عملت كده؟ انا لو كتبت مثلا هايبر فايريكس قصادها ايه ستيج جينال ديزيز انا لو عملت كده بس دخلت سيرش هضيع من مين الفيبر مع الكرونيك رينال فيلير او بس بيشنز دي برضه كي وورد للكونسبت بتاعي فعشان كده الطريقه دي كانك بتبيلد كود السيرش بتاعك بعد كده بقى نعمل بقى السيرش بتاعنا خلاص زي ما قلت لكم الحاجه اللي احنا برضه قاعدين نتكلم فيها انت بتقسم الموضوع بتاع الكونسبتس وكل كونسبت بتجيب الميش تيرم بتاعته وتجيب له الكي ووردز اللي تيجي في دماغك يعني مثلا ممكن الكي ووردز مثلا روماتويد ارثرايتس ارثرايتس سلاش روماتويد ار اتش ارثرايتس كلها حاجات ممكن تبقى اللي عمل الكيبر نفسه صح ولا غلط؟ الميش تيرم بتاعها لا ليها ميش تيرم بس ليه قلنا برضه نحط الكي ووردز ان الاندكس ممكن ما يحطهاش ممكن يغلط ممكن يبقى فيبر كتير قوي ولسه ما دخلتش الميد لاين فعشان ما اضيعش الحاجات الكبيره بتاعتي. طيب دي بقى الفكره اللي انا كنت لسه بقول لكم فيها. بصوا كده احنا هنا بنعتبر ان احنا عندنا اثنين كونسبتس ماشي الكونسبت الاولاني في مش هعمل له سيرش لوحده ماشي فيبر لوحدها انسوميا لوحدها بعد كده مثلا سليب ديسوردر دي كي وورد ثانيه بعد كده السيرش الثالث كده بعد كده اي سيرش بيلدر
اعمل اكن كده فعلا نمبر 1 اور نمبر 2 اور نمبر 3. ليه بقى؟ ان هو في الهيستوري بيسجل كل سيرش بنمبر، فانت لو جمعت النمبرز دي يبقى انت كده جبت المجموعه بتاعت الكونسبت الاولانيه. بس موضوع الكونسبت الثاني الاثنين حاجه مع بعض، بعد كده تعمل بقى ايه؟ رقم 5 ده او رقم 10 باقي جمعت التو كونسبت على بعض. الصوره دي فاهمين جايه منين؟ فاهمين؟ يبقى والله يا جماعه عايز بس رياكشن، عايز احس ان في رياكشن، ان انا مش عارف، انا مش عارف الموضوع ده كده ايه. دي الايديا يعني، دي الطريقه الايديا اللي فعلا مفيش بيبر هتطلع من تحت ايدك بالطريقه دي. هنعمل الكلام ده بايدينا، خليكم تشتغلوا بايديكم. طيب في شويه تيبس اند تريكس كده ايه تبقوا عارفينها في السيرش. ما تنساش تستخدم النيجما دي، عارفين النيجما دي بتعمل ايه؟ اللي هم بقى الناس اللي على فكره الجيكس بتوع الكمبيوتر هيبقوا فاهمين ان هي تقريبا بيزكس محطوطه على اي سيرش. لما تكتب مثلا كلمه نيرس وتحطها في النجمة دي في اي داتا بيس سيرش، هي النجمة دي كانها اي تكمله ثانيه، يعني اي تكمله ثانيه هو هيكملها. نيرس دي ممكن تبقى تكمل بالاي، ممكن تبقى تكمل باي ان جي، نيرسينج، نيرسز. ساعتها انت لو حطيت كي وورد بالمنظر ده اي كلمه نيرس نيرسينج نيرسز هتطلع في السيرش بتاعك. طيب الكوتيشنز دي فعلا مهمه، فعلا مهمه قوي. في جمل كتير بتكون موديل ريفرنس، لو عملت موديل ريفرنس كده في السويتش هيجيب لك الفيبرز كده موديل واحده وكويس واحده وفي جمل على بعض. انا مش عايز الحاجات كتير ريفرنس، انا عايز موديل ريفرنس. لازم تجيب موديل ريفرنس حط الابلكيشنز. ماشي؟ ودايما بص على الابلكيشنز دي، يمكن هتكلم فيها في الورك شوب اكتر، اللي هي مثلا ايه لما هتكون انت بتسيرش باي افليشن باي اوثر، في اختصارات كده ممكن تحطها ورا الكلمه يعني ممكن تبقوا تاخدوا عنها فكره، دي هتتقال اكتر في الورك شوب. ماشي؟ النجمة مهمة، كوتيشن مهمة. دي مثلا برضه اكزامبل تاني لحتة النجمة. أنت عايز تدور على حاجة اسمها الاريثروسايتوزز. ماشي؟ أنت عايز السايت بوبيليشن بتاعتك تبقى فيها اريثروسايتوزز أو اريثروسايتوتيك بيشن. ماشي؟ يبقى حط النجمة لحد فين؟ بعد الأو. صح؟ صح ولا لأ؟ طب لو حطيتها قبل الأو بعد الدي هيطلع لك الريسوسايتس والريسوسايت بينهم. يعني انت تعرف يعني لازم تبقى واخد بالك قوي انت بتحطها فين وهيطلع لك ايه. ماشي؟ ما هو هيحطهم على فكره. وحط النجمه في المكان الصح عشان ما يطلعش حاجات تانية مش لازم. ماشي؟ انا بس ايه يعني بتاخد كده النقط في السويتش. ماشي. اخر نقطه خالص دي سهله قوي، اللي هي انك تسيبها تبص على الريزلتس بتاعتك. يبقى احنا كده قلنا ايه؟ قلنا اول حاجه انت بتعمل الكويستشن بتاعك، بتختار الداتا بيز وتبقى مهتم ان انت هتبص في كذا داتا بيز تكفر كل تعرف الشورتج بتاع كل داتا بيز، ايه اللي حلو هنا وايه اللي حلو هنا. وبعد كده بتعمل السيرش استراتيجي بتاعك زي ما قلت لكم، بتقسم السؤال كونسبت، الكونسبت بتقسم مش وكي وورد، ودول بتجمعهم بالاور ودول بتجمعهم بالاور، وبعد كده تجيب السيرش ده على السيرش ده تعملهم. هقول لكم الكلام ده كله بيتعمل ازاي، انا عارف ان بس يمكن الدنيا متلخبطه شويه. ماشي؟ في تو كاينز اوف سكريننج، انا لما اجي ابص على الريزلت بتاعتي في تو كاينز سكريننج، في حاجه اسمها براكتيكال، في حاجه اسمها ميثودولوجيكال. البراكتيكال ده معروف قوي، اللي هو الفلترز بتاعت الداتا بتاعت بوب ميد مثلا. اللي هو مثلا ايه؟ اقول له بعد ما خلاص الريزلت طلعت الاند بقى الاخرانيه، عندي بقى مجموعه ابحاث رهيبه. عايز بقى اقللها شويه؟ ابص كده اديت البابليكيشن اقول له لا عندي اخر 10 سنين بس او اخر 5 سنين. بعد كده اقول له مثلا ايه؟ لا انا عايز ايدج معين. ماشي؟ دي كلها سكرين ميثود اسمها براكتيكال سكرين، اللي هي الفلترز والليمتس. على فكره البيزكس دي موجوده في كل السيرشز هتشوفوها، هتشوفها موجوده هي في كوكرين، موجوده كلهم نفس الحاجات بنفس الطريقه، بنفس طريقه الكونسبتس والاور والاند. ماشي؟ البابليكيشن لانجوج هتختار انجلش ولا انجلش ولغات ثانيه، الريسيرش ديزاين انت ممكن تقول للبابليك هات لي الحاجات دي بس، بس او اثنين حاجتين. ماشي؟ الميثودولوجيكال سكرين دي بقى ايه؟ احنا قاعدين بندرس بقى في الستادي ديزاين وفي الحاجات دي. فانت مع الوقت هتجيب اكسبيرينس، انت لما تدخل كده تبص على الابستراكت بتاع البيبر هتشوف مثلا واحد عامل كلينيكال ترايل، تلاقي مثلا مش عامل بلايند، مش عامل يعني الناس اللي توزعهم هم وزعهم، فهنا في ريسك بايس عالي، يقول لا البيبر ده كلام مش هستخدمها. ده السكرين بتاع اللي هو الميثودولوجيكال. انت دايما بتشوف الديزاين معمول حلو ولا لا، فاليد ولا لا، هل هو استخدم داتا سورسز محترمه ولا لا، واخد السامبلنج بتاع، احنا بدنا نفهم سامبلنج، هشوف هو واخد السامبلنج بتاعته بطريقه كويسه، هل لو هي بروبابيلتي احسن ولا نون بروبابيلتي احسن، فاكرين الكلام ده ولا لا؟ فاكرينه؟ يا فاكرينه؟ هيستوري؟ طيب
طيب اشوف بقى احنا بعد كده هناخد في الاستاتستكس ان انت بتعمل استات معينه على حسب انواع الفاريانس، تشوف هو عامل تيست صح ولا لا. المفروض دي ما تعديش من الجورنال، لا بتعدي، وبتعدي من جورنالز كبيره زي نيو انجلاند، نيو انجلاند جورنال اوف ميديسن، برضه مره وقع ورقه عظيمه ان هو 12 بيبر معمول لها تيست الاستاتستكس بتاعها غلط اصلا. يعني حصلت في التسعينات واتفضح. فده مهم ان انت تبص، انت تبقى فاهم الاستاتستكس، فاهم التيست ده معمول هنا صح ولا غلط. هنعرف الكلام ده في سيشن الاستاتستكس. ماشي. وهل الريزلت مين يكون براكتيكال استاتستيكال دي برضه هنجي لها في حصه الاستاتستكس. يبقى انا عندي ببص على الحاجه بطريقتين، ان هو مثلا بحط لها شويه ليميتس زياده، وابص بقى على البيبرز بنفسي. ماشي. ما تنساش دايما ان انت الريفرنس بتاعك او اي بيبر طلعتها هتعمل لها سيف حاجه اسمها ريفرنس مانجر، ودي ليها سيشن لوحدها. ايه نو او ميديو دول بتسيب فيهم الريفرنس بتاعتك، وبتسيب فيهم كل الديتاز اللي طلعها، بتقدر تتحكم في كل دي. تشيل بقى الدوبل تكس، هتكون عملت سيرش راننج سيرش بتاع اكتر من داتا بيز، ممكن يطلع نفس الدنيا، بس لما تنزلها على الريفرنس مانجر هيقول لك خلي بالك انت منزلها مرتين. ماشي. بعد كده خلاص بقى هروح للداتا بيز الجديده. أهم حاجة في الداتا بيز الجديدة بيجي في أزمنتش بوسبل والاستراتيجي اللي أنا أصلا استخدمتها في الداتا بيز الأولانية. خلاص أنا عندي استراتيجي، أنا داخل عارف الكيوردز بتاعتي، عارف السبجكت هيدنج بتاعي. بمشي بنفس الطريقة. ماشي. خلي بالك إن السبجكت هيدنج ممكن تختلف لو بتدور في باب ميت أو في إم بيز. أكيد إم بيز هيدنج أصلا. كان بيستخدم حاجة اسمها إيه؟ ها؟ إم تي. حاجة غير مش. طب إيه الحاجة التانية اللي فيها مش غير باب ميت؟ اوكي شغاله ماشي. مش خلي بالك هتدخل تدور يعني في الام 3 على نفس السبجكت اللي نشوف مكتوب ازاي في الحته دي. ماشي. وبرده ما تنساش انك دايما تبقى كل داتابيز عامل لها ورك شيت كده عشان تفتكر السيرش اللي انت عملتها. بعد كده طبعا ما تنساش قصه الهاند سيرش، وتبص في اخر اي بيبر اخرها ريفرنس، لو في معلومه حلوه في وسط البيبر تشوف الاصل اصلها ايه وتطلعه. دي اللي هي الهاند سيرش. ماشي. في طريقه ثانيه كده اللي هو مثلا ايه، تشوف لو في ارتكل جديده طلعت تنقل معلومه من البيبر اللي انت اصلا لسه مطلعها فممكن تفيدك. دي ليها طريقه، ودي حاجه اسمها سايتيشن اندكس. دي حاجه لو اكتر في سكوبس وويب ساينس اللي هم السايتين المالتي ديسبلين كده اللي حلوين قوي دول، يعملوا حاجه اسمها سايتيشن اندكس. هو تقدر تتابع البيبر دي اتعمل لها سايتيشن كين جاين، يعني مين اتاخد منها معلومه. انا لما اقول لك انا عامل البيبر بتاعتي واقول انا عامل سايتيشن للبيبر الثانيه، معناه ان انا واخد منها معلومه وحاطط الريفرنس بتاعتي للبيبر بتاعتي بس مش سايتيشن. طبعا البيبر كل ما تعمل لها سايتيشن دي معناها ان هي بيبر قويه ولا ضعيفه؟ قويه. لو دكتور معين عنده مجموعه ابحاث السايتيشن بتاعته لما تكتر ده معناه ان هو دكتور جامد ولا لا؟ دكتور جامد والابحاث بتاعته بتخلص في ابحاث ثانيه. بس ودايما في بقى طريقه ثالثه انك بتبص كده بتجيب الجورنالز اللي هي في المجال بتاعك وتبدا ايه تقرا فيها كده تشوف ايه. بس نفتح بقى ايه، نفتح باب ميرت ونشوف اللي احنا في العلم المفيد ده هنعرف نعمله ولا. بس انا عايز حد يقوم بس كده يقول لي الستبس بقى واحد كده واحد. الشجاعه والجرأه. ها يا جماعه بعد
أول ستيب بتعمل كويشن من أي سيناريو، سواء أنت عايز بتعمل السيناريو ده تقول إيه تجيبه في المات عشان تقدر تعمل كويشن. طيب تاني خطوة اختار الداتا بيز اللي هتسيرش فيها. ماشي، أنا عايزك برضه تقرا على الداتا بيز أكتر، تشوف دايما أي توبك هتدخل عليه شوف إيه الداتا بيز اللي بتريبريزنت التوبك ده كويس. طيب تالت حاجة بعمل استراتيجي، فاكرين الاستراتيجي عامل إزاي؟ بعمل بقسم الكويشن تو كونسبت، ده مش ده ساعتها وكي وورد ساعتها، الكونسبت الواحد فاجمعوا جول والكونسبت على بعض اند. ماشي، بعد كده بعمل ايه؟ بعمل السيرش نفسه خلاص. بعد كده بعمل ايه بقى اخر مرحله خالص؟ سكرينينج. سكرينينج دي بقى ايه؟ براكتيكال ميثودولوجيكال. براكتيكال ان انا ببدا اعمل الكومبيتيشن دي الايجنت على السبجكت كل حاجه دي. بس انا بقيم كده بالسايد بيبر مثلا. ماشي سهل، ماشي جمعت الخمس ستيبس دول. طيب يلا بقى ايه تحته يبقى ما حدش دي مش حاجه. ما هشوف بقى فيه ولا في ايه. واضح ان هو بطيء جدا عشان كل الناس داخله عليه. هو كم واحد معاه لابتوب اصلا بيحاول يدخل دلوقتي؟ مئات المئات. بيحاول. لا هو مفيش مشكله في الراوتر. وايه ده؟ ده مشكله. دي مش تعرف احسن. انا عندي بيفتح. مش لاقي باب ميد. والله انا جيت امبارح قررت مخصوص عشان ما اقعدش بقى فني. سامحني.
حد عنده باب من شغال؟ انا عندي. طيب بص، هو تقريبا المشكله عشان بقى البرنامج بيحاول يدخل عليه مره واحده، ماشي؟ فيحاول كده اللي عارف يدخل دلوقتي، واللي يعني عنده طريقه ثانيه ممكن يدخل لغايه بس ايه؟ نتكلم كده بالراحه شويه، ماشي؟ دلوقتي في دايما صفحه بتاع كومنت، ماشي؟ فيها هنا دي بتخليك ان السرعه ما بين الداتا بيز المختلفه، في حاجات كتيره جدا مالهاش دعوه بيها. ماشي، احنا لو هيهمنا حاجه هنا هتبقى كلمه بابلت او مش، يعني كلمه بابلت موجوده اهي وفي هنا مش، دول انا بستخدمهم بالنسبه لحاجات تانيه قبل. ماشي، في هنا ده الادفانس سيرش مهم قوي، ده اصلا خلاص انا بطلت استخدم العادي ده، انا كل شويه بالادفانس. وفي الهيلب، الهيلب دي لا غنى عنها. يعني بص، انا ممكن اقعد اشرح لكم في الكلام ده سنين. انت مع نفسك بالهيلب في البيت هتمستر كل التكنيكس بتاعت السيرش بتاع بابلت. يمكن الحاجه اللي مش محتاجه كبر الاول دي اكيد احنا قاعدين نشرحها مع بعض، اللي هي الستيبس والكونسبتس وتقسيمها ازاي. يمكن نبص هنا، فاكرين انا قلت لكم ان الداتا بيز دلوقتي بتعمل حته كده عشان الايفيدنس ادي هي كلمه الانكوايرز اللي بتطلب عليها، ماشي؟ في هنا الميش داتا بيز مش بتوصل عليها من هنا، تمام؟ يبقى دي الحاجات اللي انا بستخدمها من هنا، انا عندي كلينيكال فايلز وعندي الميش داتا بيز. ما تنسوش الهيلب اللي هي اسامي. طبعا انصح كل واحد ساين ان تو ان سي بي ار، اعملوا اكونت في اكونت. حلو في ايه؟ ان انت تقدر تسيرش كل السيرش اللي انت عملتها تقدر ترجع لها في اي وقت. تقدر تسيرش البروفايل بتاعك، تقدر تبعت لك سيتيشن على الايميل، قصه ممتازه، فكلهم تعملوا. ماشي؟ هديك كده بس نبص يعني ايه ادفانسد سيرش. ادفانسد سيرش هي اللي اسمها ده البيلدر ده انت ما تقدرش تكتب فيه. عندك هنا بتحط انت عايز تسيرش ايه؟ هاي افليشن، يعني انت ممكن تكتب افليشن عين شمس يونيفرستي، طلع لك كل الحاجات اللي فيها عين شمس، بتطلع من عين شمس. عين شمس ممكن تكتب بكذا طريقه، عشان كده لازم تستخدم فور. هنا لازم تستخدم فور. عين شمس ممكن تكتبها بلاش، ناس بتروح حته واحده، ناس بتروح حته، ماشي؟ ده ممكن تسيرش بالبوتر، حاجات كتيرة قوي. بس هنا مفيش هنا سيرش بالمش دلوقتي. يعني هنا مش مش ليه؟ لأن هنا بابليك داتا بيز مش مش داتا بيز. ممكن تسيرش باسم الجونيور، لانجوج، بأي حاجة. وهنا هو بيقول لك عايز لو هتجمع حاجتين على بعض لازم تبقى اند فور نوت ان هو يجيب لي انكلود. ماشي؟ في حاجة اسمها سيرش هيستوري، حضرتك هتبدأ تطلع من هنا أول ما يعمل سيرش. بمعنى أنا عملت سيرش أو سيرش هتلاقي السيرش هيستوري هنا بتجيب لك نمبر 1 اللي هي بقول لك عليه نمبرنج. ده نمبر 1 هو عمل سيرش في التوقيت الفلاني عن توبيك ده كذا 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 مش ده. بعد كده عمل سيرش تاني نمبر 2 عن الكي وورد الاولانيه بتاعت اول كونسبت. بعد كده سيرش نمبر 3 قال لي عمل سيرش نمبر 4 او عمل سيرش نمبر 4 ده ايكوال اللي هو سيرش نمبر 1 او 2 او 3. كده انا جمعت اول كونسبت على بعض. بعد كده برضه هعمل نفس موضوع الكونسبت التاني، بعد كده اعملهم اند. او عليكم السكانر بس ان هي المفروض اعمل. ماشي، هنا برضه حاطين يوتيوب توبلز. بمعنى صح هو فعلا يعني ما تبقاش فاكر. الراجل شارحين كل حاجه بالديتيلز بالديتيلز. لو انت مش فاهم مش فاهمين الليت بتاعهم سخيف. المفروض ان هو يعني بيديك اكزامبلز على كل حاجه وزيك لغه على كل حاجه. بصوا قد ايه أنا ممكن أقف لك أقول لكم هنا بنتكلم في إيه؟ بصوا هنا بنتكلم في حتة الكونسيبت شرايحها بالظبط في 4 5 دولار. ده هو من الهيستوري أنت بتقلل السيرشز على بعض وبياخدوا الكمبيوترز. شوف كل اللي أنا قاعد بتكلم فيه هو شرحه بالخطوات. لو أنت عايز تقعد تتابعه مع نفسك. إزاي بتعمل إيه؟ بتختار الإيجز إزاي؟ كل حاجة. ده اللي فيه كل حاجة. ماشي؟ انا لازم اقول لك انه مش لازم فعلا انت ممكن والله العظيم تمثل الحاجات دي كلها مع نفسك على نفسك بس هنا يعني برضه الصوت برضه بتخلي من بعض بس ماشي. طب خلينا كده فتحنا باب نت فكرتوا بالخمسه ستيبس تاني اول اكسرسايز بالنسبه لنا
الكويشن ده احنا قلناه في السيناريو الاولاني ريسك اوف تيوبركلوزس بوتيشن ويز روماتويد ارثرايتس ليدد ويز تي ام اف الفا ارثرايتس. ماشي اهو انا خلاص انا هقسم بقى السؤال ده خلاص انا ليه بقى يعني هقسم السؤال كويس يمكن في ناس كتير مستنيه اللحظه دي. ادي الكويشن عندي هقسمه ثلاثه كونسيبت ماشي. الكونسيبت اللي هو التيوبركلوزس دي تيوبركلوزس ديتكشن ماشي دي حاجه هدور عليها ماشي وهدور الان الكونسيبت الثاني اللي هو لسه عاملينه هو تويت ارثرايتس. طب الكونسيبت الثالث اللي هو تي ان اف الفا اللي هو التيوبركلوزس سبيكتور الفا. طب انا هحاول خلاص يوم ازاي احنا بنقسم الكويشن الكونسيبت اربع تعديلات بتجزئوا الحاجات اللي انت عايز تسيرش عليها وتجيبها مع بعض اللي هي الفكره ان هي الحاجات كلها جمع بالان. اذا يبقى لازم توكس دي تبقى ثلاثه مع بعض نفس الفكره عشان تطلع الكونسيبت اللي انت عايزها اللي هي بتجاوب على الكويشن بتاعك اللي هو انت قسمته انت كونسيبت ماشي. يبقى انا هنا بدور على الريسك اوف تيوبركلوزس انفكشن في البيشنت اللي عندهم نوتيوت ارثرايتس ليدد باي تي ان اف. يبقى انا هنا عملت ثلاثه في الورقة المفروض يبقى فعلا معاك ورقة كده تقسمه كده تكتبه بس الكونسبت بتاعك ماشي. أنا دلوقتي هدخل على تكنيكال انا اول حاجه عندي كونسبت اولاني اسمه ايه ريدوس الثاني اسمه ايه كومبلت ابلايز الثالث اسمه ايه دي هي بقى اكتر من النسبه تريس ايه اول حاجه ادور عليها ما تكون الاستري هو لو حد اخذ منه في لوك في سبوت عملت سيرش في النش انا خدت عن النش خدته قالكم دخلت على ميزه تقريبا انا عملت سيرش بابل لقيت في حاجه فعلا اسمها تيوبركلوز افتحها كده. المهم ان انا اشرح لكم ان الشات عامل ازاي. بص بقى بص النيش تيرمز هنا كلمه تيوبركلوز واضحه وصريحه وتحتيها ديفينيشنز لا يختلف عليه هي دي كنت بقول عليها كل نيش تيرم دي ديفينيشن تشوف هو انت فعلا هتبقى في الفصل بتاعك مبدئك ولا لا. Any of the infectious diseases of a man and other animal caused by species of mycobacterium. Mycobacterium tuberculosis. صح؟ ماشي. خلي بالكوا دي ممكن نستخدمها أنا في وورد أو نشوفها إذا هي مش صح ولا غلط. ما ممكن يبقى في بقى معمولة على infection of mycobacterium tuberculosis فالعينين اللي هم بياخدوا تي ان اف الفا اللي عندهم انا لو دي بس مش هطلعها. دي حاجه اسمها سب هيدنس. هو بيتمسك الريش تيرم كده وممكن بقى ايه يحطلك التوبكس اللي ممكن تبقى انت عايزها فيه. اناليسيس اناتومي بلاد سيربس فاينل تيرم هتلاقي كل الحاجات اللي ممكن يبقى فيها توبكس. خلي بالكم السب هيدنس دي خادعه جدا جدا جدا. وتعمل نادم الريزرس بتاعك بطريقه مش طبيعيه. بمعنى اصح لو انت مثلا حطيت اناليسيس لو الاندكس اللي هو الراجل اللي بيقعد بيحط التيرمز على البيبرز الجديده ما كانش حاطط البيبر دي عليها اندكس تيوبركلوزس سلاش اناليسيس البيبر دي مش مطلعه في الريسك. يعني دي عشان كده ما تستخدمش دي غير لما تلاقي فعلا الدنيا يعني انت بتعمل خلاص عملت السيرش اللي هو المجنون اللي في الاخر وتعمل حلقات ساعتها ابدا افكر في الريسك. خلاص تمام. طيب ايه هنا عايزين نشوف بوينت شايفين الجيله دي اسمها ريستريكت تو ميش توبيك تو ميش توبيك بس. طب يعني ايه؟ هقول لكم. تنقط الفول مش تقدر تستعمل بلو في سكيل. شايفين تري؟ دي تري بتاعت المش. لو انت عملت السيرش عن تيوبركلوزس هيجيب لك كل الحاجات دي هتطلع في السيرش عنك، يعني اي كلمه هتقول. طب كل ده كل ده كل ده كل ده هيطلع لك. كل ده هتقول. هل انت بتفكر مع نفسك ان انت عايز حاجه تسيرش من دول ولا لا؟ عايز تيوبركلوزس انفكشن خلاص. ايه يعني كنت عايز تيوبركلوزس انفكشن. خلاص يبقى انا عايز دي. لو انت عايز دي بس من غير تحقيقها وتختار دي. Do not include mesh terms found below this term mesh hierarchy. واضحة؟
لو انت عايز تنيجي التوبيك بس من غير سب هيدنج تعمل ستريكت نيجي للتوبيك بس خلاص من غير سب هيدنج. طيب بعد ما انهيت انا عايز اعمل السيرش بتاعي خلي بالك. طب انا دي هجمعها يعني ده كونسبت فاكرين الجدول كونسبت اول واحده مش عملناها سيرش لوحدها على طول شايفين دي ده اسمه سيرش بلندر اد تو سيرش بلندر شايفين يعني بصوا طلع ازاي هم عملها الكودنج بتاعك كونديشنز كيبر كلوزز البوكس ده اسمه مش خلاص ده معناه ان ده مش بلندر مش بلندر مش بتسيرش كيبورد يعني الفيجرز اللي هتطلع لك دلوقتي لما تعمل سيرش بوبنت الفيجرز دي لو فتحنا اي واحده فيهم فور اكزامبل كده لما تنزل تحت شايفين دي هل اخد بالك انها بتبقى سمعتوا ايه ابلكيشن تايبس مش تيرم سبستنسز انت دوست هنا هتلاقي لازم هنا مكتوب في الريفيوز وايه بقى هتطلع كمان ايه دي كونفيكيشن ايديولوجي بتاعتك إذا هنا الاندكس اختار البيبر دي ان يبقى فيها التيرمينال ماشي. طب لو بيبر الاندكس ما كانش بتحط ريكلوزز حاليا مش هتطلع معايا لو هي بيبر دي مش هتطلع معايا عشان كده لازم ادور مش هذا مش لازم ادور في الكي وورد ماشي. طب تعالوا كده نرجع للمش تاني رجع لي انا لما عملت سيرش خلاص على الباب مان ارجع للمش تاني ادور على كلمه مايكول 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 دي انت صح ولا غلط؟ المستقبل بتاعي ضايع يعني انا فاكر عندي مشكله في الموضوع ده في المعتاد دي اقول لك ليها خدي مليون طيب ها؟ خدي مليون بس انا ما باخدش من هنا سيرش انا بسيرش ايه مش بابمنت انا سيرش مش تيرم بعد كده مش تيرم نقلتها لبابمنت سيرش بنتر وقمت عامل لها سيرش بابمنت اهي طلع فعلا في واحده هنا كمان طب ما تيجي نفتحها ممكن اعمل عليها كده من بره واقف سيرش بنتر برضه هتطلع التوبكس اللي تنفع تمشي معاها نديها جراب بوستد رابط اللي هو التسكيل بتاعها هو بتيجي تبص فيها هنا مجرد ادله البكتيريا انواعها واسمها موجود كده كده مفيش حاجه في التكتيك ماشي اد سيرش بلندر بعمل سيرش بوب بلندر خلاص انا رايح من خلي بالكم ده من الداتا بيز بتاعنا مش محتاجين ماشي يبقى كده هجيب كل البيبرز اللي فيها الموضوع ده ولكن نفتح الأدفانس دلوقتي في البوست، لكن ما هتلاقي في البوست. مفيش حاجة. صح ولا غلط؟ ها؟ ما سمحتش بلاش على بص بقى اهي هو هنا ما اعرفش ليه مديهم رقم 3 و7 دي حاجة ترجع له مش مهم المهم تبقى رقم ماشي انا عملت سيرش للكلوزز ماش سيرش ماي كوتين للكلوزز ماش طب انا ممكن سيرش الكي وورد برضه هي نفس الكلمه اخليها كي وورد ازاي بص انا قصدي الراجل بتاع المكتبه ما حطش عليهم ان دي تبع الكي كلوزز فعادي هو في طريقه هنا للسيرش مشهوره قوي دايما بنستخدمه اسمها تايتل ابستراكت يعني انا هكتب هنا قدامها تيرم هنا لو التيرم ده موجود في التايتل او في الابستراكت هيطلع سواء بقى واخد مش تيرم في بروتوس ولا لا ماشي هعمل ايه هحط هنا اهو ماشي ريسيرش بابمنت شايفين هنا ده هقول تايتل ابستراكت تاني كلمه مش يعني في فرق ما بين مش طلع لك مجموعه ابحاث اللي 14500 يعني رقم ما خلص ماشي حلو عامل ادفانسد تاني كده حد يكتب في الورد شيت احنا عملنا ايه؟ حد عامل الورد شيت الورد شيت احنا خلاص احنا جبنا الكونسيبت بتاع الكيوز اثنين مش تيرم واحده كيوز ممكن بقى تقعد انت المفروض تفكر في كل كيوز اللي ممكن تنقلها في الحته دي تكتب بقى تي يعني ممكن هنا اللي هي اسمها تايتل ارتكل اكتب تي في
وعامل سيرش اهو تمام برضه طلع لي اهو 28 واحد. 28 واحد تركيبه زوجة تركيبنا من كلمه تي دي في الارتكل او في التايتل خلاص تركيب او التايتل. ارجع للادفانس تاني هو لسه هنا ما اعرفش ايه بعد اشتري اهو بقى عندي اربعه سيرش في كل واحد ماشي. انا ما عملتهم سيرش مع بعض ده الكور اكتب نزلت بالظبط بصوا معايا بقى نمبر 9 اوكي 4 بالكابيتال نمبر 8 نمبر كام؟ انتوا شايفين اللي عندكم ولا لا؟ 7 4 نمبر كام؟ ماشي عندنا موقع ده اصلا ليست كويري انتوا معاكم سيرش يا جماعه دي اصعب طريقه في سيرش بابليك اصعب طريقه فعلا دي اصعب طريقه ماشي. دي معناها ايه؟ دي معناها ان دي الديتيلز اللي ذكر فيها كلمه تيبركلوزس تي بي از كي ووردز والراجل بتاع المكتبه حط عليهم ختم الماش تيرم تيبركلوزس او لاين تيبركلوزس ماشي اوكي. تكتب في الشيت بتاعك في اخر الكولوم بتاع الكونسبتس ان ده كان سيرش رقم اللي هو الكومبانيشن بتاع كونسبت 1 على بعضه اهو اسمه نمبر 10. خليك فاكر نمبر 10 ده ليه؟ ان احنا لما هنيجي نعمل الكونسبت الثاني اللي هو طبعا انت اكيد نسيت من السؤال ايه اصلا؟ ريفريت افرايتس ماشي. لما نيجي نعمل الكونسبت الثاني اللي هو ريفريت افرايتس ونيجي نعمل الكونسبت الثالث ونجمعهم برضه هيطلع لي في الاخر رقم 10. هعمل بقى نمبر 10 بلس اند للكابيتال النمبر الثاني اللي هو بتاع مجموعه الكونسبت الثانيه اند ماشي. نحاول نعملها بسرعه هنعمل كده ايه؟ الروبوت افرايتس. طب هل دي حاجه الروبوت افرايتس؟ انا عايز اجيب الريش ليفل بتاعها قوي اروح فين؟ فاضلت هوم فاضلت يا جماعه ولا لا بجد مين كل وقت طيب عايز ارجع عشان اركز معايا ايه؟ اعد ايه؟ طيب هو انا بسيرش طيب ايه؟ المجنون مش تيرم مش تيرم دي هتستوعب الراجل اللي بيكسب حط عليها ختم المش تيرم صنفها على انها تبركلوزس. طب لو ما كانش صنفها تبركلوزس عشان هي لسه جديده مثلا او ايه لسه ما حطش عليها تبركلوزس فبسيرش الترم ده بس مش من فوق مش ماشي مش بدور الراجل كان حاطط الترم ده على اي ميت لا انا بدور على الترم ده نفسه اذا ذكر في الابستراكت او في التايتل. ها فاهمين الفرق ما بين المش في وورد ها انا عايز حد يقول لي انا مش فاهم. بص ممكن يبقى في سلطات انا جيت بقول لك ايه طيب ممكن تعمل مش شروط بس فعلا انا لما جربتها والله فعلا لقيت ان في بيبرز كانت مش محطوط لها مش تيرم في الفلوس عشان هي وريتها بعد سلطيه وهو عامل في دي طيب وصح ولا غلط؟ وريتها لك هو حتى شاف البيبر اللي بكتب ارتكل ايسكت فيه مكتوب فيها المعادله فيها ممكن مش توبكس الراجل حطها لها البيبر دي مش موجوده عشان هي لسه جديده لسه كانت جون 2014 فمتاخرا ان هي تعمل لها اندكس بس احنا طلعناهم بان احنا حطينا دورنا على الكيرف ده اذا كي وورد مش اذا مش وورد. ها قاعد ايه؟ طب بص الكونسيبت تاني الكونسيبت تاني يمكن الموضوع بعد تاني مره يتحسن هسيرش المش تاني على كلمة روماتويد ارثرايتس. كلمة زي روماتويد ارثرايتس. لا بصوت واحد. يو كده؟ يا جماعة بعتوا لي مش سامع. كده؟ انا بسيرش المش مش باور بروبليم خلي بالك موجوده. بص اسمها ايه؟ بص اسمها ايه؟ في المش هم مسميينها كده. طب ما افتحها كده شوف بص الديفينيشن بتاعها هو ده مقصوده
chronic systematic disease partly on the joint body in front of change as well. ماشي؟ فبتيجي تشوف كده وضعهم في خلي بالك انت هتيجي تعملها هتيجي لك معاك كام سندوم كده سندوم وطاير الموضوع هي تطلع معاك عايزها مش مانع تمام؟ كل الحاجات دي بتطلع ده لسه اكسبلوجن اكسبلوجن اوف ذا تري المستوى بتاعك بتسمعه اللي هو انت كده وانس انك عملت سيرش بالمنظر ده من غير ما تعمل ريستريكشن اللي هو النوت انكلود مش تيرمز اللي هي تحت الهيراركي ده اسمه اكسبلوجن لو انت في لو عملناها هيطلع كام كلمه مش لو تحطها هنا ايه بص ارثرايتس روماتويد مش نقطتين نو اكس اي اكس اي يعني نو اكسبلوجن ماشي احنا لو شيلنا سيكل كده خلاص رجعناها اللي هي مش العاديه طبعا انت مع الوقت الكودز دي هتفهمها عشان الناس ما تسيرش الكودز بعيدا عن كل بقى الليزر وانك تبقى عارف فين الدنيا ماشي اعمل سيرش اوبجكت حد ممكن انا بصبر كنت خلاص نسبه او ده لو هعمل سيرش جديد عايز كي وورد موجود ارترايتس استخدم كلمه ايه؟ الاكسبلوجن معناه ان انت لو الترم ده في الهيراركي تحتيه حاجات وفيرفر ترمز الترمز دي هتبقى موجوده في السيرش بتاعك هيجيب لك الليبرز اللي بيتكلم عن كابلن عن السندروم فيكس سندروم دي كلها حاجات تابعه للموجود ارترايتس لو انت عملت اللي هي نو اكسبلوجن اللي هي ريموت شو اللي هي تي في دي مش هيجيب لك الحاجات دي هيجيب لك الحاجات اللي عليها الترم ده بس موجود ارترايتس بس بس هنا لا خليها بالاكسبلوجن انا بالنسبه لي كده السندروم ده واحد من السندروم اللي فيها مضاد اكتر فلو في واحده الكيت ده من الكومبلكس او دي كابلان سندروم از افير مش ده تطلع لي تطلع لي شيء من الكورس من المضاد اكتر ماشي انا كده عملتها ليه طلعت لي 9000 طيب لو شفت هي طلعت ارثرايتس روماتويد طب حصل لي كي وورد يلا اختار هعمل ايه؟ حصل لي ادفانسد ماشي واجيب فايتنج ابستراكت واحط كلمه ايه؟ ممكن ارترايتس في ايه؟ واحد اسمه ارترايتس ايه؟ ممكن بس مش كده بس مش كده على بعض كل ما احط على بعض نعمل واحده من السوشيال ماشي شايفين انا بعمل ايه؟ ماشي نكتبها في المواضيع العاديه ده بس ولا عايز نوت من الحاجات اللي تحت المايركي
diversity has to be of two kinds. Human because it's factors. هي كلمة واحدة تبقى احنا كذا فيه. شايفين؟ human because it's factors. أما هنا جاي مضبوط. بص هنا خلوها ما تقولش كده بص. هنا بيقول لي every term دي كلها بنفس المعنى. human because it's factors. human because it's factors. مش عارف ايه. كاشفين. دي كلها اسامي alternatives ممكن استخدمها كذا keywords. مش دايما مش بس عشان كده دي هتبقى هي كونفلوينس. ماشي بروح اعمل سيرش فيندر واعمل سيرش فورمولا. ماشي كل الابحاث اللي كنت بتكلم عن هيومن كروس فاكتور. طب خلي بالكم انتوا عارفين بقى ان هيومن كروس فاكتور قال لك اكيد لازم يطلع لها اثنين كي وورز ما تديش. ممكن اكتب تي ان اف سبيس اي بين كوتيشن. تي ان اف ايه حته واحده. تيومر نيكوزيس فاكتور A تيومر نيكوزيس فاكتور ألفا بنتي ستيس ما فيش جميع ستيس شو كنت بتعمل كومبينيشن رهيبة بكي ووردز طبعا كل ما بتعمل كومبينيشن أكتر كل ما دي كلها هنا خلي بالك الكونسبت التايتلز دي كلها بتجمع مع بعض أول مش بي إن فدي بتزود لك الأوبديتس عشان مرة واحدة بقى لما تعمل الإن دي تختصرها لك بحيث إن أي كلمة من الكلمات دي لو ظهرت بعد دي تانيين أي كيو بتاعته اللي طلع لك كده انا اكتفي بيه عشان تجيب لك فكره اللي انت ايه؟ من البابل ادفانس البابل عادي بيبقى هنا في الفيلم دي هتلاقي فينا طريقه الارسنال تقدر تسالك؟ لا في بص هو في فكره في حاجه اسمها تكست مود وطريقه البحر وطريقه الارسنال طيب الأرسنال هي مقنعة بالنسبة لي يعني أنا ممكن لو حطيتها تكست وورد عادي معناها إن الكلمة دي لو ظهرت في أي بيبر بكل يعني مثلا في الميثودولوجي بتاع كده ممكن ما يبقاش ريليفنت بالنسبة لي. فأنا يعني بختصر الموضوع في التايتل سلايسر لو ظهرت في دول معناها إن يمكن يكون ليها دور في البيبر. فاهم قصدي؟ ما تبقاش مثلا في الريفيو بتاع البيبر في الليفلز بتاع البيبر عاملها في كتير حاجة ما تبقاش دعوة بيها. فأنا دايما بحب الكي وورد بحطها أسباب الأرسنال. خلاص انت مش هنعملها هنا، احنا كده كده عندنا رقم 15 ده اللي هو جمع الروماتويد ارثرايتس الاثنين وارثرايتس الروماتويد الهامش. وعندنا 10 اللي هو جمع كل الفيورز بالمش بتاعه ايه؟ ويكيوز. وعندنا ده. كان هنا بقى انا ممكن اجي كده. اجي بقى اعمل كده نمبر كام؟ 10 شايفين معايا ولا لا؟ عشان دي مهمه بقى. دي خلاصة بقى ماشي and number كام number 18 كم كتير كام 18 بس انا جمعت ال 8 خالص فاكرين الرسمه في الاسفل اللي يلا انا مش عارف ايه ما بعرفش بس يبقى اذا انا عندي عايز تفتكروا الشيت ده شيت مهم قوي في هنا كل كونسبت ليه شويه كلمات الطريقه اللي عملناها على انك تروح سيرش يعني اي واحده من هنا مع اي واحده من هنا مع اي واحده من هنا هو بيقول في بيبر واحدة تلعب في الميتين من أبعاد من دول. أوكي؟ أنا الموضوع بيديني عندي على كده، أنا بعد ما بعمل السيرش بتاعي بعمل ماشي. أبدأ بقى أبص الفلترز. شايفين الفلترز دي؟ هنا بيقول لك ممكن تعمل فلتر للأرتكل لايفز أو عامل مور. بيفتح لك حاجات كتيرة أوي. بس أنا بقول إن إحنا هندور على كلينيكال ترايلز. خلي بالكم أنا لما أعمل هنا كليك على كلينيكال ترايلز أنا كده مش بأبلاي فلتر، أنا بعمل حاجة اسمها شو. بصوا يعني هي انا كده لو عشت هي بس ظهرها لي هنا طب لو مثلا كلينيكال ترايلز فيز 1 اكيد في مثلا عملت شو ظهر لي في وسط الحاجات هنا بس انا لسه ما دوستش عليها طب ادوس هنا كلينيكال ترايلز كده انا عملت بعمل كونفليكيشن ماشي انا مش فاهم ان انا اعمل مور واطلعها من الليست بقى 20 يعني في 20 كلينيكال ترايلز دورت على الانفكشن او يعني ضمن الثلاث جمل دول مع بعض هنا
ممكن بقى اعمل تكست ليبل لو انا عايز حاجات فري تكست بس مش شرط الاقي حاجه يعني تسعه هقدر اشوفها. يمكن تبقى مثلا ايه؟ مثلا دي شايفين في حاجه اسمها فايبل سنتر تقدر تفتحها ان تي ام سي ده تقدر لنا الحاجات اللي مش فيه هتلاقي بقى هنا مكتوب لك سيفير هنا هتلاقي مكتوب سيفير واي اوفيت كل الحاجات دي متوفره لما تعمل ديسكفر ماشي؟ بتوفر على حاجه من الاسم اي ال سريع كنا جربت حاجه اسمها ريموت كولينج اللي هو كان كده داخل على السيستم بتاعك بيبقى قدامك بقى ايه واي ساين فاير كل الحاجات ترفع عليها تكتب الرقم او تكتب التايتل بتاع السيرش حط ديجرامات وتطلع في حاجه كم عمر عمل؟ كم عمر عمل؟ ما هو دي معكوش ما عملته ما من يعصد من الروح بس كنت معي لسه عميها وراء ماشي؟ دي حاجة بقى هنا لازم نتبقى كلمة دي فعلا دي ضاع الدنيا الفيلترز لو خدت الصفحة وقالت لها تبقى تحت الرقم فانت لازم قبل أي مناسبة تعمل كتير قول لو ما شفتش الفيلترز مش هتشوف تلاقي نفسك رايح تعمل على موضوع تاني اصلا الفلترز لسه محطوطه تلاقي لازم تسالك طبعا انا مش عارف ايه تمام كده ده كان طب بعد ما بعمل كده بقى بعمل بقى ايه لوجيك السكرين بتاعي اشوف الديبر دي بتنفع ولا لا المشكله ان هي شوف لسه موجود عايز تشيلها عشان نرجع للديبر اللي هو كان ممكن ماشي يبقى تستخدم الفلترز تستخدم الجوينز احنا في حاجه ما استخدمناهاش البوليان اوبريتورز استخدمنا فور رول اند النقط ممكن استخدمها فين؟ النقط ممكن بعد ما انا عملت القصه دي او كده مثلا نقط كده ها؟ اي ديفرنت دي معمول فيها انيمال اشياء شايفين بصوت طلعها لكم يعني الواحدة عبارة عن نفسها ماشي؟ يا أهلي يا حاجة غريبة هنا بصوا شايفين كل دول ليهم مش تيرمز يعني هنا في مش تيرم محطوطة للسترينج سترينج لينك برضه واحدة من الحاجات اللي ممكن تساعد على الفلاني هنا ليها مش تيرمز هتلاقي فيها كلمة من الكلمات بتاعتها في كلمة من الكلمات بتاعتها بصوا في نمبر ملهاش دي اللي بتقول عليه البيكسل مش شرط ان هو يحط كل المش تيرمز على الفيزا زي ما قلت لك عشان هو الراجل بتاع المكتبه بيحط الترم على التيبل اللي بعد ما بيقعد ممكن يحط مثلا ممكن يبقى تيبل جديد 10 تيبل جديد سنه كام؟ دي نوفمبر 2013 ممكن لسه ما دخلتش في الديدلاين موقع طبعا ما حطش في الليكس ماشي؟ يعني واحده ما هياش مش تيرمز طيب انت لو عامل بقى هنا ساين ان ممكن تعمل حاجه اسمها ساين سين تو فايل كونكشنز اور سايتيشن مانجر لو انت بتستخدم لينك دي او حاجه هتلاقي انك هنا لما بتدوس بتقدر تطلع ممكن مثلا تختار دي ماشي او واحده تاني واحده مثلا تحطهم هنا سين تو كليب بورد اد تو كليب بورد الكليب بورد دي ايه؟ بتقعد بقى انت بعد ما خلاص عملت اللوج في السكرين بتاعك واخترت الكليب بتاعتك تيجي تفتح الكلي بورد كده تلاقي فيها بس ايه؟ التول بيبرز اللي انت اخترتهم اللي انت عاملينهم اهو الاثنين دول هنا خلي بالكوا ديسبلاي باي سامبل عايز تبقى ارسل عايز اي حاجه كده انا المفروض ان انا عملت كفرنج للكفرنج بس الموضوع صعب صح؟ دي اصعب طريقه دي اصعب طريقه بس دي مش هساوي من تحت ايدك زي ما شايفين وصلنا في الاخر كام؟ 250 فيزر ده انت لما عملت لو عملت عايز تبقى 10 سنين على سن معين خلاص انت جبت لك 15 فيزر بس ف
فانت لو بتعمل ليتريتشر على الموضوع ده سهل قوي انك تجيب 10 بيبرز او 15 بيبر. وايه من غير ما تفتح مجموعه واحده، من غير ما تفتح واحده، ما فيش واحده في اناليتكس مش بتدي لمزاياك، مش ان انت عشان انت طيب خالص. بس ده كده بالنسبه للطلب. في هنا الاب والبص خلاص الحمد لله. طيب زي ما قلنا سيرش للفيرست كونسيبت، سيرش للبساطه الكلينج اللي هو المش، بعد كده سيرش تيست كلوز، بعد كده سيرش 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 كلوز. المهم دلوقتي ايه بقى دلوقتي؟ لقيتوها؟ طيب جت لي حاجه سريعه قوي على البوكرين، حسيت لك اثبات واحد الهيك اللي بالظبط. الكوكرين بيستخدم ايه؟ ليش بارت؟ ليش؟ ليش ده اللي هو دي تيرمز كنترول فوكابل ليها ديفينيشن واضح عشان الحاجات دي ما تخشش ببعض. طيب هنا السؤال ايه؟ فاكرين لما انت كنت عيان وعندك خرس روت وراني نوز وبتاع اهي نزلت تيرمز، انا بقى عايز اتاكد هل السينيو ده كان بيقول اي كلام ولا ممكن بقى يسميني؟ فخلينا نشوف كده بسرعه الكوكرين. كوكرين في تو سايز طبعا، في كوكرين كولابريشن وكوكرين كوكرين لايبرري. الكولابريشن بتلاقي فيها كده لينك من فوق، روح لللايبرري، احنا عايزين نروح لللايبرري على فكره. ماشي، دي مثلا كوكرين كولابريشن اهي فيها تو ذا كوكرين لايبرري. هنا بقى بيقول لك بقى الفيتشر ريفيوز اللي اتعملت سيستماتيك ريفيوز. احنا طبعا كلنا عارفين كوكرين بيشتغل كله على سيستماتيك ريفيوز بستاندرز عاليه جدا، فبيطلع من احسن الحاجات اللي بتطلع فيها ايفنتس. فبصوا بقى احنا هنا دي كلها صفحه فيها نيوز وفي حاجات ما تهمناش كتير، احنا عايزين اللايبرري. بصوا اللايبرري معموله ازاي؟ شايفين دي؟ شبه دي هناك في الادفانس كده، مش في دروب منيو كده كنت بستخدمها؟ شبه بالظبط، تايتل ابستراكت كي ووردز في ادفانس سيرش برضه. ما انا برضه بيقول لك الحاجات الجديده اللي عاملينها والسبيشاليزيشن توتوريالز. هنا بصوا هنا عاملين برضه حاجه اسمها براوز باي توبكس. لو انت مثلا انترستد في توبك معين بتدخل تشوف كل الريفيوز اتعملت فيه. طبعا ليه هي هنا نافعه قوي الحركه دي؟ ان كوكرين ما عندهاش برضه حاجات كتير، يعني كوكرين على قد ما انت بتديك اعلى ايفيدنس بس لسه بتديك نيو سيستماتيك ريفيوز. يعني هنا انت ممكن تعدهم، يعني كل الريفيوز اللي معموله على البلاد ديس اوردرز 148. انتوا فاكرين بلاد مين؟ انت لو بس جبت كلمه حاجه كده على البلاد ديس اوردرز كانت وملايين. فهنا لسه برضو الدنيا تقدر تسيرش باي توبك. ماشي، طب يبقى احنا عايزين هنا ايه؟ انا دايما ادفانسد سيرش، احنا خلاص ناس ادفانسد ما بنستخدمش حاجات سيرش. ماشي، بصوا كده، بصوا هنا عامل ايه؟ سيرش، سيرش مانجر ومش تيرمز. مش تيرمز خلاص سهله، سيرش مانجر، سيرش مانجر ده بالظبط اخو الحته بتاعت الادفانسد والسيرش بيلدر بتاعت البابنت. طب ثانيه كده، طب ما تخلينا نرجع كده لل ما تقوليش انا قفلت الباوربوينت. عايز اوريكم حاجه في الباوربوينت. الكونسبتس ممكن تبقى ايه في السؤال ده؟ الكونسبت بتاعتي ممكن تبقى ايه؟ ايه؟ الكونسبتس هنا ممكن تبقى ايه؟ زنك، زنك، انا هعملها تو كونسبتس، زنك وايه؟ وكومن كول، صح؟ كده احنا بنخلص يا ماشي، هكتب هنا انا عايز اشوفهم از مش تيرمز، صح؟ هفتح المش تيرمز اهي واكتب هنا زنك. ماشي، هعمل سيرش، انا هنا بسيرش ايه؟ مش داتابيز اللي هي مجموعه التيرمز اللي الراجل بتاع المكتبه بيحطها على البيبرز من بعد ما بيقراها. انتوا زهقتوا على فكره، حقكم. هنا عامل ديفينيشن وبرده عامل هنا اكسبلود للتريز. ايه ده؟ ده هنا في تريز برده والله. هي بالظبط
بس هنا مقسم التريز بحيث ان انت عايز تستخدم تري وتري لا ماشي، ممكن سنجل تير مش لو مش عايز تعمل اكسبلوجن ماشي. بس هنا لما تيجي تبص هتلاقي ان الزنك اصلا داخل ضمن حاجه اسمها هيفي ميتلز، فمش مش هتلاقيه في مش هتلاقيه ليه تحتيه حاجه. يعني شايفين هنا تحتيه حاجه اسمها زيركونيوم، دي ما بتحسبش دي ما بتحسبش في التري بتاع الزنك او في التري. ماشي خلاص، انا كده عايز احطها اد تو سيرش مانجر. اد تو سيرش مانجر زي كاني بالظبط ببعتها للسيرش بيلدر. بصوا بقى هنا لما جيت عملتها سبحان الله، بص ادها رقم برضو ادها رقم، وهنا مش ديسكريبتور زنك واكسبلود تريز. كده كده مفيش تريز هتكسبلود ان هي اخر واحده في تريز، صح ولا غلط؟ ماشي خلاص، يبقى كده انا عملت اول واحده. طب لو عايز اشوف مش تيرم تاني هنا بقى ممكن يعني تعمل السيرش بتاعك، تحط بقى الكيوردز بتاعت الزنك. يعني ممكن تعمل زد ان كده وتعمل سيرش مش الزنك علامته زد ان، مش شوف والله فيه ولا ما فيش انا ما اعرفش. لو عايز تظهر تظهر الريزلتس تدوس على المربع اللي قدامك ماشي، تيجي تبص اهي الريزلتس اللي فيها كلمه زد ان ماشي. طب عايز تجمعهم على بعض، شايفين نمبر 3 دي هعمل فيها نمبر 2 اور ولا اند؟ لا بصوت واحد، اور ولا اند؟ بصوت عالي اور اور نمبر 1 ماشي، واعمل سيرش ماشي. طلع لي اهي مجموعه ريزلتس هنا، لو عايز تفتحها هتشوفها من هنا. انتوا عندكم فضول تعرفوا فعلا الزنك بينفع في الكومن كولد ولا لا؟ عندكم فضول ولا مش مهم؟ هو اصلا شوف يعني انا حتى احنا لسه ما حطيناش كلمه كومن كولد، ده اول واحده طالعه بس مالناش دعوه. هندخل على الميش تيرمز تاني ونشوف الكونسبت التاني. احنا خلاص خلصنا اول كونسبت، تاني كونسبت اللي هو ايه؟ كومن كولد. طب ما نجرب نكتبها حاجه تانيه كولز، نشوف هيعملها ايه كولز كده بس. بصوا هنا لقيت الديفينيشن مش عاجبني، يعني absence of warmth of heat مش عاجبني، فبيقول لك ال exact term match cold temperature. لا انا مش عايز دي. بص بيقول لك هنا بيديك كده هنت عن الحاجات اللي ممكن تمشي معاك. في حاجه اسمها common cold، نفتحها هتلاقي تريز مختلفه وقصه ترم مختلف. بصوا موجوده كومن كولد كاتارال ديس اوردر اوف ابر ريسبيراتوري تراكت، هي دي اللي انا عايزها. اعمل لها اد تو سيرش مانجر اللي هو اللي في النص ده الحلو ده ماشي، اهو عملها لي اللي هي نمبر 4 ماشي. لو عايز تسيرش كي وورد بتسيرش كي وورد هنا عادي، عايز ترجع للسيرش العادي وتعمل تايتل ابستراكت كي وورد وتعمل كي وورد ثانيه برضو وهتدخل لك هنا اوتوماتيكلي، وساعتها تعملها بور معاها. طب دلوقتي لو احنا عايزين نخلص عشان نمشي هعمل نمبر ايه مع ايه مع ايه واعملها اند ولا اور؟ ها ايه مع ايه؟ 3 و4 اند ولا اور؟ اند كابيتال ما تنسوش. بصوا اهي يبقى نمبر 3 اند نمبر 4 اهي طلعت اهي. انت بس بتيجي على الحته اللي قدامها دي وتدوس عشان بس تبقوا فاهمين القصه هنا شكلها مختلف. طلعت بس هتيجي تنزل تحت اهي، هي بيبر واحده ماشي. طبعا السيرش استراتيجي اللي انت عملتها فوق دي لو عايز تسيفها بتسيفها سيف استراتيجي اللي هنا دي بتعمل لها اسمه سيف. وبرضو انت لو عندك في الان سي بي اي اكونت بتاع باب ميد هتلاقي برضو انك تقدر تسيف القصه دي كلها والسيرش بتاعك كله بحيث انك تقدر ترجع له في نفس الوقت. وانت لو عامل الورك شيت في الورقه اللي بقول لك عليها هتبقى كاتب النمبر بتاع السيرشز دي، هنا هنا سيرش ماشي هنا سيرش مش عارف ايه، فتقدر ترجع تجمع اي تعمل اي كومباينيشن انت عاملها تاني. عندكم عايزين تشوفوا ده المفروض ده هنا بقى فعلا بتشوف بقى ايفيدنس بيست.
نفتح البيبر بيقول لك الايديتوريال جروب بتاعها ان كوكرين مقسمين نفسهم جروبس على حسب الديزيزز. هنا الجروب ده اسمه انفكشن جروب، ريسبيراتوري انفكشن جروب. الاثنين اللي عاملينها هما اثنين ممكن تلاقيهم طلبه قدكم عادي جدا. الكوكرين سيستماتيك ريفيوز مش محتاجه اي ايفورت غير انك تعمل مجهود وانت قاعد في بيتك، ما بتنزلش حد. سيستماتيك ريفيوز بتعمل من البيت، فدي احسن حاجه احنا كمصريين نقدر نعمل فيها وننطلق فيها براحتنا. فانصحكم ان انتم في حاجه اسمها سيستماتيك هاند بوك اوف كوكرين، حتى مش بيسيبك تفكر ازاي تعمل سيستماتيك ريفيو، ده هو ماشي معاك خطوه بخطوه بالظبط. لو حد انترستد ان هو يعمل سيستماتيك ريفيو، وايه انت بتعمل الهايست ايفيدنس. بصوا بس عشان تفهموا برضو هنا الدنيا بتبقى ماشيه ازاي. هنا الابستراكت، الارتكل، الفيجرز، التيبلز، هي مفتوحه في مصر عشان احنا دوله ناميه ماشي. عايز الستاندرد كلها، الفول بي دي اف، الفول بي دي اف تقدر تفتحه من هنا اهو. يا ريتني ما دوست. الفول بي دي اف موجود وتقدر تنزله. وايه اديك عرفت معلومه ممكن ما تبقاش عارف الايفيدنس بتاعها. ودي بقى تقدر بقلب جامد لما حد يقول لك الزنك ده ما ينفعش او بينفع، طب والله طب ما تيجي نشوف. هنا كاتب لك البيبر كلها. بس في حاجه حلوه قوي بقى في كوكرين، كوكرين بتعتمد ان انت دكتور وقاعد دلوقتي في العياده عايز تعرف، فمن غير ما تنزل الارتكل كلها لو نزلت تحت هنا كاتب لك المين ريزلتس والاوثرز كونكلوجن. طب انا لسه هقرا كلام ميديكال، اعمل لك حاجه اسمها بلين لانجويج سامبل، يعني اللي هو الكلام بتاعنا بقى، الكلام اللي هو الايه؟ اه ذا كومن كولد از اوفن كوز باي راينو فايروس، يعني بادئ معاك من البدايه خالص. طيب هنا بقى بيقول لك ايه؟ الزنك انهبيتس ريبليكيشن اوف ذا فايروس اند هاز بين تيستد ان ترايلز فور ذا تريتمنت اوف ذا كومن كولد. This review identified 18 randomized controlled trials enrolling 1781 participant of all age group comparing zinc مع placebo. We found that zinc اللي هو السيرب او التابلتس reduces the average duration of the common cold in healthy persons. بس كده احنا طلعنا بإيفيدنس ان فعلا من 18 كنترول ترايل دي اسمها سيستماتيك ريفيو طلعت لي معلومه ما كناش نعرفها. وده انا مش عارف ليه دايما بلاقي في كوكرين حاجات بالاسباني، هو تقريبا فيهم اداره جزء من الاداره اسبانيا، فبيها كل حاجه تلاقيها موجوده باسباني. ده كان بالنسبه لكوكرين. هوريكوا شكل التريب ده عشان عاجبني قوي بصراحه، حاجه حاسه كده شبابي قوي. ده حاجه ثانيه خالص، ده للي عايز يهاجر، ده للي عايز يهاجر. الداتابيس شايفين عامل ازاي؟ ده سيمبل قوي ماشي. بتعمل هو التريب بيسيرش ايه بقى؟ بيسيرش شويه مواقع بتاع الجايد لاينز وكوكرين وكل الحاجات اللي بتقدم الهاي ايفيدنس زائد الكلينيكال ترايلز بتاعت اعلى خمسه جورنالز امباكت فاكتور في باب نت. فتيجي مثلا هنا مثلا تكتب ايه؟ زنك، مش هعمل لوجين، اند كومن كولد اكتبها كده ولا احط كوتيشنز؟ كوتيشنز هتبقى ايه؟ هي نفس المبادئ موجوده في كل حاجه. شايفين الكوتيشنز؟ وسيرش. بصوا جاب 122 ريزلتس. هنا بقى بصوا شكل التريب ده حلو في ايه؟ بيجيب لك مثلا ايه؟ مرتبهم بالليفل اوف ايفيدنس، يعني هنا كوكرين، بادئ كوكرين، ناشونال بريسكرايبنج سيرفيلانس. لو جيت هنا على الجنب بيقول لك مثلا حاجات الايفيدنس بيس ساينوبسز، فاكرين لما كنت بقول لكم ساينوبسز وسينسيسز وكده، او مثلا الحاجات الساينوبس السبعه لو دوست عليهم هنا هيجيبهم لك لوحدهم. فانت كده بتاخد خلاصه الايفيدنس، يعني هما الفكره ان الداتا بيز، يعني دي داتا بيز للداتا بيز عشان تجيب لك الخلاصه ماشي. بالمنظر ده كده بتجيب الحاجه بره، يعني دي كلها سيستماتيك ريفيوز وجايد لاينز معموله على الموضوع اللي احنا كنت بنقول عليه. هنا في حاجه حلوه انك ممكن بتسيرش بالبيكو فورميشن، بتحط البوبيليشن بتاعتك. هنا البوبيليشن ايه؟ يلا صحصح والله هخلص. كومن كولد الانترفنشن ايه؟ زنك كومبير تو نو تريتمنت او بلاسيبي اوت كم مثلا ليس ديوريشن بيتر ريكفري كل الحاجات دي تمام.
كتير. انا عارف ان هي كانت متعبه. انا عايز بقى اي حد كده اخوك. كان عندي فيديو عايز اقوله. ايه مريم؟ لا حاجه موتيفيشن يعني. انت عايز تنطر؟ فين هنا؟ هو هو محتاج السيرفس كده فين؟ السيرفس مش مظبطه. عشان ليل فانت تشرح الاثنين مع بعض. يعني ازاي؟ يعني شوف اللي جاهز فيك ويشرح. يعني اصلا انت معاك اماني. اماني اصلا اوريدي كانت بتقول انها ما لحقتش تشرح. لا انا معايا شيماء. طيب شوف لو في ديفكت معين. انت فين معايا؟ بس شوف في ديفكت معين. اخد I'm going to go to the next one.